آه يا له من يوم دراسي رائع آخر. مرحبا، أعتذر عن تأخيري. لماذا تحدق في فمي؟ ما هذا؟ هل هذه مصاصة؟ نعم، إنها بطعم الفراولة. ماذا تفعل؟ أعطني المصاصة. كما أنت مضحك. مهلاً، هل أنت جاد؟ لا، توقف. أعطني المصاصة، أريدها الآن. اتركها، مستحيل. لقد اختفت، إنه ساحر. توقف، الحلوى ممنوعة في الصف. ما الذي تتحدث عنه؟ قد ظننت تلك اللافتات مجرد مزحة. على أي حال، لم تعد لدي أي حلوى. سنتأكد من ذلك. أعلم أنك تخفي شيئاً ما. أين هي؟ توقف عن المقاومة. لا، حلواي اللذيذة جداً. لم يكن ذلك لطيفاً، أنت لئيم. نعم، أنا كذلك بالفعل. هذه هي القواعد. صارت الحلوى ملكي بالكامل. أتمنى لك حظاً أوفر في المرة المقبلة. ما الذي يحدث هنا؟ أعتقد أنك تجلس في مقعدي. تحرك. لقد كشف أمري ثانية، لكن التجربة تستحق المحاولة. تفضلي. هل نسيت شيئاً؟ أو صحيح، يجب أن أذهب. فلن تنظف المراحيض نفسها بنفسها، لكنني سأخذ هذه معي. لقد عملت جاهداً من أجلها. أراك لاحقاً. هذا لا يصدق، إنها رابع مرة هذا الأسبوع. هل يمكننا البدء؟ ما الذي حدث للتو؟ أشعر بارتباك شديد. أنا أتضور جوعاً، ليتني كنت أملك وجبة خفيفة. على كل حال، لنبدأ الدرس. إليك المسألة الأولى، هل تعتقد أن بإمكانك حلها؟ إنها مسألة صعبة. لحظة واحدة، الطباشير. مهلاً، وجدتها. حان وقت الطهي. سأضع أزرار الشوكولاتة في قدر، والآن سأرفع درجة الحرارة. أريد أن تذوب الشوكولاتة. تبدو لذيذة جداً. والآن سأملأ المحقنة بالشوكولاتة، مما سيجعل العملية برمتها أسهل. أريد ضغط الشوكولاتة إلى داخل الشفاطة. ها هي، الخطة تنجح. لم يبق سوى القليل. ستفي هذه الكمية بالغرض. والآن سأنتظر حتى تتماسك الشوكولاتة. يجب أن أقطع الشفاطة من المنتصف لفتحها. يا له من سكين حاد. بهدوء وروية، يمكنني تقشير الشفاط الآن. واو، صار لدي عود شوكولاتة. لقد انتهى أمر هذا الطبشور. لا يمكنني استخدامه بعد الآن. ظننت أن لدي المزيد من الطباشير. هناك بعض الطباشير هناك. رائحة الشوكولاتة جميلة للغاية. أحتاج إلى هذا. ماذا؟ لا، لا أظن أن عليك فعل ذلك. سيفي هذا بالغرض. ماذا؟ لا يعمل هذا الطبشور. ما مشكلته؟ لحظة واحدة، هل هذه شوكولاتة؟ واو، لذيذة جداً. أريد المزيد. أستطيع الاعتياد على طعمها بسهولة. أنتِ، أبعدي يديكِ عن حلواي. حسناً حسناً، لكن انتظري. افعلي هذا. ماذا؟ مهلاً، أفلتِ يدي. لا يمكنني إخراجها. لست بحاجة إلى يدي لتناول هذا. واو، يحدث شيء ما. هو يا إلهي، لقد انتقلنا إلى مكان آخر. إنه تحدٍ جديد. انتظري، سنكشف عن الطبقين معاً بعد العد لثلاثة. أوه، عيون. هاجل، سأستخدم كلتا يدي. سأمسك بها بأصابعي هذا. قوامها الطري ممتع حقاً. رائع، وهي شهية أيضاً. حسناً، كلا، لا يمكنني فعلها، هذا صعب. حسناً، قد يساعدني ملقة السلطة. أوبس. أوه، يبدو هذا الخيار شهياً جداً. ها، ما هذا؟ عين. أوه، تبدو غاضبة. ربما يسير الأمر هذه المرة على نحو أفضل. أوبس، تسرعت. لنزلزل المسرح هذه الليلة. تباً، ما هذا؟ عين، رائع، شهية. حسناً حسناً، ستنجح هذه المرة. لابد أنك تمزحين معي. أوه، لقد سقطت على جبهتي. ها؟ أعطيني هذا الملقط، يكفي. حسناً، أعتقد أن الوقت قد حان لأكل واحدة. هي، إنها شهية حقاً، من كان يدري؟ أجل، أنا كنت أدري. هل يمكنني الكشف عن طبقي أولاً؟ لنكشف عن الطبقين معاً من جديد. أوه يا إلهي، حلوى القطن. يد واحدة من جديد.
أو حسناً على الأقل اعتدت على هذا. مرحباً يا حلو القطن، لا مشكلة بهذا. شهية، هيا بنا. أنت محقة إنها شهية. يا إلهي، لديك لحية من حلو القطن، تبدين بشكل مضحك سانتا الوردي. حسناً لا يهم، لا يمكنني فعل شيء دون استخدام يدي، لكنها شهية حقاً. هاي، خطرت لي فكرة رائعة. أعتقد أننا بحاجة للمزيد من الحلوى ليكتمل المظهر، ربما القليل هنا أيضاً. هل أنت متأكدة من أنها فكرة جيدة؟ انتهيت، مرحى، تبدين بمظهر مذهل. هيا سأخرج مرآتي لتري نفسك. هوه يا إلهي، قمت بعمل رائع. حسناً، سأبدأ أولاً هذه المرة. هوه، العديد من المشروبات الغازية. أمل أني حصلت على الشيء ذاته. هجل، حصلت على مشروبات غازية أيضاً. أو حسناً، نسيت، يسمح لنا باستخدام يد واحدة، لكن لا يزال بوسعي فتح العلبة بيد واحدة. حسناً، سأفعل ذلك فوراً. تروي العطش، سأجرب الفانتا بنكهة التوت البري. هاي، ما هذا؟ نزعت العروة بالكامل، يا له من فشل ذريع. هيا، لقد نزعت كلها، والآن لا يمكنني شرب أي منها. أهلا، أعتقد أن بإمكاني حل هذا، سأبدأ بتكديس العبوات فوق بعضها البعض. ماذا تفعلين؟ هو فهمت، أنت ذكية حقا، سأضيف واحدة من مجموعتي. هو كوني حذرة، إلى أي حد يمكننا أن نرتفع؟ أو لا يمكنني الوصول. ماذا يمكننا أن نفعل؟ أحضرت هذا السلم تحسبا لموقف كهذا. هاي كوني حذرة، الارتفاع عال فعلا. لا تقلقي، سأضع هذه في الأعلى فحسب. واو، إنه يتأرجح. أو لا، غير ممكن، ذهب كل عملي هباء. أعتقد أن هذه نهاية برج علب المشروبات الغازية. صحيح، ولكن خذي هذا. أوه، شكرا لك، أنت أفضل صديقة. هذا أفضل بكثير، كفك. حسنا، لنكشف عن الطبقين معا من جديد. هاي، حصلنا على آلتين مصغرتين لكرات العلكة، لا يسمح لي باستخدام يدي من جديد، سيكون هذا مستحيلاً. أوه، هناك مؤقت، لنبدأ، سأدير هذه الذراع. هي كرتي الأولى من العلكة، إنها بلون أصفر جميل. شهية، كيف سأفعل هذا دون استخدام يدي؟ أوه، لقد بدأت بتناول علكتها، ليس عدلاً، لابد أن هناك طريقة لتناول هذا الشيء. مهلا لحظة، انظروا لهذا، سأستخدم أسناني. الجزء العلوي بارز لأعلى، يمكنني الآن سكب كل كرات العلكة في فمي. هناك الكثير منها، شهية فعلا، سأنفخ فقاعة أسطورية. أجل، لم تنفجر أيضا. هي، كيف تمكنت من تناولها جميعا بهذه السرعة؟ طبعا، كيف تمكنت من التغلب علي رغم استخدام يدي؟ مستحيل، فزت بكأس حقيقي. مهلا، يجب أن أستخدم فمي لقبوله. هيا، أثبتي، شكرا لك. حسنا، سأضع هذا بلطف. لقد سقط كليا، تبدين بمظهر سخيف وأنت تحاولين التقاط كل شيء بفمك. هي، ما الذي هناك؟ لقد خدعتها، هيا. ما هذا الشيء؟ هي، كشفت عن طبقك دون أن تخبريني. حسنا، يبدو بأني حصلت على يد واحدة هذه المرة، من الأفضل أن أبدأ. مهلا لحظة، لا يسمح لي بالنفور. سيكون هذا صعبا جدا بالنسبة لك. طبعا، لا أرغب بتناول هذه الليمونة، ستكون حامضة جدا. هاي، ماذا تفعلين بهذا الشيء؟ سأغطي وجهك بهذا الشيء إن عبر وجهك عن الحموضة. لا يهم، من الأفضل أن أنتهي من هذا الأمر. حسنا، وضعتها في فمي ولن أنفر أبدا. كلا، لا يمكنني التحمل أكثر. ارفعي رأسك. يا إلهي، لقد فعلتها، مضحك جدا. على الأقل مذاقها أفضل من الليمون. أنت مغطاة بالكريمة الآن.
مستعدة؟ ستقرر حرب الإبهام من ستبدأ أولاً. لقد فزت، سأرى ما لدي. إنه وعاء مليء بالنودلز. يد واحدة، تباً. حسناً، لنرى ما يخفيه طبقي. مرحى، حصلت على نودلز أيضاً. يمنع استخدام الأيدي ثانيةً؟ حسناً، ما الجديد؟ جيد، سأبدأ دون استخدام يدي. تناول النودلز سهل بهذه الطريقة. واو، أنت تبدين بلاءً حسناً. ليس لدي أي أدوات للطعام. أعتقد أن علي استخدام يدي. لا أريد لمسها حقاً. التهميها، إنها شهية. لا أريد فعل هذا. لا أحد يراني، سألقيها أرضاً. كانت شهية حقاً. ما هذا؟ تسقط النودلز من السماء. كان عليك تناول طبقك. أصبح لديك الآن شعر من النودلز. كم هذا مضحك. لنفتح. واو، هل تظنين أن بإمكاننا تناوله كله؟ قبل التحدي. طرية جدا. وكأن الجنة في ملعقة. لا تنسي الجوانب. هل انتهى كله؟ هل تفكرين بما أفكر به؟ والآن لن تضيع منا لقمة واحدة من الشوكولاتة. هيا هيا. لا. واو. هي، أتمانعين لو بدأت أولاً؟ ماذا؟ هذا ليس عدلاً. أظن أني تسرعت. هذا الشيء أطول مني فعلياً. بالكاد أرى قمته. لحظة واحدة. ماذا؟ كنت أعرف بأني سأستفيد من السلم يوماً ما. لا أصدق هذا. كنت أصل. واو، انظروا لهذين الزوجين السعيدين. أحضرت لي الأزهار؟ ويندي، هل أنت بحاجة إلى المساعدة؟ انزلي للأسفل. شكراً، هذا لطيف. دوري الآن. كيكة صغيرة وبلوني المفضل. ماذا يحدث هناك؟ لا. واو. هل أنت بخير؟ رومانسية غبية. انظري إلى كيكتك الجميلة. لنتناولها معا. شهية. مهلا، أنا أولا هذه المرة. ماذا فعلت لأستحق هذا؟ سأبدأ بتناول هذا. وكأنها شطيرة من الشوكولاتة. ماذا لدي هنا يا ترى؟ تدا، مستحيل. برجر من الشوكولاتة. ويندي، انظري، تبدو شطيرتك رائعة أيضا، وتجعل شطيرتي ضئيلة الحجم. ليتني حصلت على شطيرة كبيرة كشطيرتك. وجدتها. سأقوم أولا بكي هذا الشيء. تتساءلون عما سأفعل الآن؟ سأقصه قليلا، وهكذا سأحصل على شوكولاتة مذابة. فلنغمر الشطيرة. أصبحت الآن أفضل بكثير. سألتهمها. لذيذة. واو، تبدو لذيذة مثل شطيرتي. سأقلدك قليلا. مهلا، إنها تذوب بسرعة. لا، شطيرتي جميلة. أصبحت مجرد شوكولاتة سائلة. هذا لا يفتح الشهية. مقرف. كلا، أنا. حسناً. كنت أتوقع شيئاً أفضل. وجدتها. سأحمي بلوزتي أولاً.
ومن ثم أبدأ الأكل. سأتناولها كلها. شوكولاتة بالحليب مثير. عموماً مرحة. واو، أتصدقين هذا؟ ماذا؟ لا يمكنك تناول هذا كله. ماذا سأفعل؟ هاي، افتحي فمك بشكل واسع يا ويندي. هكذا. أجل، هكذا. أصبت الهدف. دورك الآن. بوم. هنا. الحلوى الوردية قادمة. هيا أسرعي. ماذا؟ نفذت جميعا. لا بأس يا ويندي. لم لا تبدأين أولا؟ حسنا. والآن هذه بيضة كبيرة. حسنا. ما هذا؟ بداخلها شيء. يجب أن أكون مستعدة لأي شيء، لأن الفوضى ستعم المكان. واو، لم أكن أتوقع هذا. كرة صغيرة من الشوكولاتة. شهية فعلا. كما أعود أتحمل أكثر. واو، ثلاث بيضات صغيرات. لكن ماذا يوجد بداخلها؟ حقا، لا شيء هنا. لذيذة. وجدتها. حان وقت الاستعانة بالعضلات. هاي ستيسي، هل جننتي؟ أجل. حطمتها. أتى ذهابي إلى النادي الرياضي ثمارا. لكن لدي فكرة أفضل. بوبيت، بينما تفعلين ذلك لدي خطة أخرى. سأضع هذه البيضة هنا إلى أن تغطي الشوكولاتة. سأقوم بالتبديل بينهما الآن. لا تخبروا أحدا. ممتاز. هاي، هل يمكنك تناولها؟ رائع، سأتناولها بلقمة واحدة. أي نوع من الشوكولاتة هذا؟ مقرف. لا تسخري مني يا ستيسي. مهلا، لحظة. أعتذر. مرحبا. ماذا؟ سارة. كلا. واو، أريد هذا. أفضل بكثير. أترون؟ من هنا سيرفض شيئا كهذا؟ سأتذوقها الآن. بنكهة الفول السوداني. يمكنني تناولها جميعا. تبدو شهية. وأنا واحدة فقط. هذا ليس عدلا. أعرف ما علي فعله. لماذا لا أشربها؟ كوني مستعدة للتحول إلى سائل. سأشغل الحرارة. سيستغرق هذا وقتا طويلا. هكذا تبدو شهية. لكن يمكنني أيضا إضافة بعض الكريمة. حسنا، الكثير منها. سأتذوقها الآن. ما رأيكم؟ كم هي الشهية يا ترى؟ بنكهة الكريمة. مهلا، ألا تستطيعين فتح فمك؟ هل يساعدك هذا؟ يجب أن يكفي هذا. أعرف الحل. مرحبا. لا عليك، ستفي هذه الرسالة بالغراض. إنه كيفن. قلوا بأنه يحبني. هل هذا يعني أنا لدي حبيب الآن؟
الأسنان لنرى ما سيحدث حين أطلي فرشاة التلوين بفرشاة تلوين. سوي لون في شكل خطوط بألوان مختلفة على شعيراتها. تبدو مثل قوس قزح. حسناً، هيا بنا. أهلاً، تفضلي أولاً. انتظري، لنفعلها معاً. حان الوقت لنرى ما ستختاره العجلة. وجه مبتسم. حقاً، عجلت سأتمكن من استخدام يد واحدة وأنت لا. حسناً، لنرى ما سنحصل عليه بالسحر. أهلاً، زجاجات ضغط. لنحضر بعض المآزر لهذا التحدي. حسناً، الآن نحن مستعدتان لفعل هذا. ربما يمكنني جعل العجلة تغير اختيارها إلى شيء آخر. هيا 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 رجاءً. يا إلهي، لقد نجح الأمر. لا أصدق الأمر. والآن يمكنني عمل مثلجات بدلاً من الوجه المبتسم. حسناً، هذه الدائرة ملائمة. والآن سأبدأ بعينين. يحتاج إلى حاجبين أيضاً في رأيي. حسناً، يكفي من هذا اللون. سأستخدم الأزرق. سأرسم الدمعتين وألونهما بالأزرق. هذا ينجح بشكل جيد على ما أعتقد. ها هو العجين، وذا الأمر ينجح. والآن اللون الأحمر علي الضغط عليه. علي وضعه بشكل موازي للأزرق هكذا. ليس سيئاً. حسناً، والآن الأصفر. السمايلي لا يكتمل دون اللون الأصفر. علي ملء هذه المساحة باللون الآن. علي التأكد من أن كل مكان صغير ملون. المزيد بعد، وها قد انتهيت. حان الوقت لقلبه. يا إلهي، انظروا كم هو جيد. كلا، أشعر بحكة في أنفي. هذا سيء. أتشو! كلا، انفتح الغطاء. لقد تسببت في فوضى هائلة. أجل، هذا صعب يا سكاي. آسفة. لا يهم، لا بأس. أظن أمري انتهى. مهلاً، ربما يمكنني استخدام الملعقة لمساعدتك قليلاً. تدفعها من هنا قليلاً. ليس وكأن الأمر قد يسوء أكثر. أترين؟ هذا أفضل، أليس كذلك؟ إنه أفضل. شكراً، على ما أعتقد. رباه، إنها منزعجة جداً الآن. ولكن انظري إلى رسمتي، أليست لطيفة؟ حسناً، سأضغط الزر هذه المرة. أتساءل ماذا ستختار هذه المرة. شجرة؟ لم أتوقع هذا إطلاقاً. مهلاً، بلا يدين مجدداً؟ لنرى ما سيعطينا السحر لهذا التحدي. أظن أن لدينا زجاجة حبر وقشة. حسناً، أظنني سأبدأ. حان الوقت لإظهار براعة مرفقي. عمل رائع. والآن لنفتح زجاجة الحبر. من الرائع أن القشات معدة للفم فعلاً. حسناً، والآن علي استخدام هذا لأحصل على بعض الحبر. إنها تنجح. ماذا يفترض بي أن أفعل بهذه القشة؟ كلا، إنها تحتسي الحبر. توقفي، إنه حبر وليس صودا. ماذا؟ ظننت أنك تحتسين. أنا أرسم بالطريقة الوحيدة المتوفرة لي. علي الاستمرار في نفخ الحبر في الاتجاه الذي أريده. لا أصدق أنك فعلت كل هذا بالقشة في فمك. لماذا لا ينجح هذا؟ ربما علي النفخ بقوة أكبر. هيا هيا أيها الحبر الغبي. مهلاً، ما الذي على وجهي؟ مقزز، لقد تلطخت بالحبر. لماذا تبكي؟ إنها في حالة مزرية. مهلاً، أتوقف. لماذا؟ انظري، لدي هذا الطلاء الوردي. سأضع خطاً من هذا الطلاء وخطاً من لون آخر أيضاً. حسناً، والآن لدي خطوط الطلاء. أحتاج الآن إلى مسحة قطنية. سأغمسها في اللون الوردي الفاتح. والآن شاهدي، وسألمس بها أغصانك من الحبر الأسود. هل ترين؟ تبدو كالأزهار، كبراعم صغيرة تفتحت في الربيع. أليست جميلة؟ رائع، لقد ساعدتني على جعل شجرتي مميزة أكثر. أنا سعيدة لأننا عملنا على هذه معا. وأنا أيضا، إنها جميلة. حسناً، ها هو التحدي التالي. إنها مجموعة طلاء مع إسفنجات المكياج. إنها طرية للغاية. ربما علي تعديل مكياجي. أحتاج بالتأكيد إلى بعض التعديلات. أجل، وأنا كذلك يا سكاي. انظري، العجلة. انظري، توقفت عند إسفنجات المكياج. أجل، ولدينا هذه اللوحات الطويلة لنعمل عليها. حسناً، هذه جاهزة للاستخدام. والآن الأيدي.
با بلا يدين لنا هذه المرة. حان وقت التلوين. أو رأسي. أوتش. حسناً علينا أن نكون أكثر حذراً. حسناً لقد أخذت القليل من الأصفر على الإسفنجة، والآن سأطبطب بها على لوحتي وأحاول رسم خط مستقيم وبالتلوين على هذا الطرف من اللوحة، والآن سأضيف البرتقالية إلى الأصفر الذي استخدمته. حان وقت الوردي الفاتح وأحتاج إلى لون البحر الفيروزي هذا. هذا ممتع نوعاً ما، أليس كذلك يا لاكسي؟ أحتاج إلى الأخضر في هذه المنطقة. علي مواصلة مزج هاتين الدرجتين من الوردي معاً. نجح تأثير التدرج بشكل رائع. مذهل، جميل فعلاً ومهدئ. لقد انتهيت، كان ذلك عملاً شاقاً. عجباً، هذا مختلف كثيراً عما رسمته. حسناً، انظري إلى ما صنعته. لاكسي، انظري إلى لوحتي. أجل أجل، إنها رائعة يا سكاي، ولكن عجباً. أجل، شكراً، كانت النتيجة مثل ما تخيلت في فكري تماماً. حسناً، والآن لا أعلم كيف أشعر بشأن لوحتي. لا تحزني، يمكننا جعل لوحتك أكثر روعة. سنستخدم هذه الزهرة، سنضعها بوجهها للأسفل على لوحتك، والآن سنضع بعض الطلاء الأبيض على الإسفنجة. عجباً، لنضع واحدة أخرى هنا. مذهل يا سكاي، لقد جعلتها أفضل. أحببت لوحتي الآن. انظروا إلى نمط الزهور، إنه جميل للغاية. العفو، تسرني المساعدة. اضغطي الزر هذه المرة يا سكاي. حسناً، ها هي العجلة، لنرى ما سنحصل عليه لهذا التحدي. يونيكورن، ألست متحمسة للغاية؟ هذا جديد، عليك ارتداء عصابة عين يا لاكسي. حسناً، بما أني سأرسم عصبة العينين، سأكون يونيكورناً على الأقل. أجل، سنزين بسكويتاً على شكل يونيكورن. يا له من أمر ممتع! المآزر مجدداً. حسناً، أظنني سأضع عصابة العين الآن. سكاي، إلى أين ذهبتِ؟ ولكن ما ذلك هناك؟ أجل، ها هو البسكويت، سأخذه. حان وقت الأكل. لاكسي، لا أظن أنه يوجد شيء هناك. مهلاً لحظة، ماذا حدث للبسكويت؟ لقد اختفى. إنه مفقود؟ أين ذهب؟ لم أتمكن من رؤية شيء بالطبع. سأحصل على بسكويت جديد، ولكن سأبقي عيني على لاكسي. حسناً، من الأفضل أن نبدأ بتزيين الكوكيز. حسناً يا لاكسي، سأساعدك لتبدأي. هذه الزينة البيضاء. رائع، شكراً يا سكاي. من الأفضل أن أبدأ، سيكون هذا صعباً. سأبدأ بتحديد الشكل الخارجي للبسكويت. ها نحن ذا، والآن سأملأه بالمزيد من اللون الأبيض. حسناً، أظن هذا جيداً. أراهن أنه يبدو رائعاً. مذهل، يبدو رائعاً حقاً، على ما أعتقد. المزيد فحسب وسأنتهي. البسكويت مغطى بالكامل. والآن سأستخدم فرشاة الرسم وبعض الزينة الذهبية. سأضع القليل في الأسفل وعلى الأذن. حسناً، لا يمكنني أن أنسى القرن طبعاً. والآن أحتاج إلى إضافة عينين لليونيكورن. أحتاج إلى بعض الزينة الحمراء الآن. أحتاج إلى فتحتي أنف على شكل قلب. أظنني بارعة في هذا فعلاً. حسناً، أحتاج إلى هذا اللون. أي لون هذا؟ لا أعلم، ولكن اليونيكورن يحتاج إلى عينين، وسأغير اللون مجدداً. علي رسم فتحتي الأنف. أعلم أنه يبدو رائعاً. أجل، لقد انتهيت. وماذا عنك يا سكاي؟ كلا، ليس ما توقعته إطلاقاً. حسناً، كنت معصوبة العينين، لذا فما حدث قد حدث. أريد تقبيل أنفه. إنه لطيف جداً، وأنت محقة، قبلات للأبد. على الأقل حصلت على قرني الخاص. بيكا بيكا، هوهو، بيكا بيكا بيكا. حسناً، أحتاج إلى بعض الطعام لتقوية دماغي. أين هو الطعام؟ أوه، هذا رائع، يبدو هذا لذيذاً. أود الامتلاء بالسكريات. أو بيكا، هل حان وقت الوجبة الخفيفة؟ هذا مثالي. هو هل تود واحدة؟ إيه. مهلاً، المعلم. المعلم، هل هو ذلك الرجل؟ مرحى، أعطني واحدة. بيكا بيكا، أنت جائع، أليس كذلك؟ هو ما الخطب؟ بيكا 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 بيكا. هو يا للهول، هذا محزن جداً. أنتما فلتلزما الصمت، والآن ركزا. أوبس، آسف يا سيدي، انتبها الآن. حسناً، لنجرب تناول هذا. ماذا؟ بيكا؟
لا أظن ذلك، أنتما لا تستمعان. آسف. ممنوع تناول الطعام، أكملا عملكما. أوه يا إلهي، لدي مصاصتي على الأقل. بدأت الأمور تتحسن. هو من أين حصلت عليها؟ هو شكرا. واو إنها وردية. هو لقد أسقطت. يا للهول. بيكا. هو لما فعلت ذلك؟ يا إلهي. بيكا. مهلاً، الشوكولاتة خاصتي، يا لها من منقذة. أها، هل تسمع هذا؟ استخدموا الحاوية الداخلية للحفاظ على مصاصاتكم بأمان، لكن لنجعل الأمر أكثر تشويقاً. تدا، هذا مثالي. هاجل. ياي. هل هذا أنا؟ كلا. هو. لا تقلق يا بيكا، إنها محمية تماماً. بيكا. هو مرحى، شكراً. وهي نظيفة وأمنة في الداخل. نراك لاحقاً أيها المعلم. هو حسناً، إذن لينصرف الصف. يحب كل الآباء والأمهات أبناءهم، لكن في بعض الأحيان يرافق هذا الحب قوانين صارمة كمنع الحلوى، وهذا يعني أن علينا تناولها سراً أينما سنحت لنا الفرصة. لا أستطيع النوم، وجدت ما قد يساعدني، وقت التسلل. يبدو المكان آمناً. من الأفضل أن أسير على رؤوس أصابعي بهدوء. أهلا. كلا، قلت أريد قطاعة العشب الكبيرة. أوف، كان ذلك وشيكاً. شبح المطبخ. اهدئي، انظري للحلوى، إنها هنا. وماذا تفعلان أنتما الاثنان؟ كانت فكرته، أقسم لكما. طيب، حان وقت تمرين القرفصاء. هذا ممل بشدة، أريد وجبة خفيفة. تبدو هذه الدونات شهية. لذيذة وطازجة. ما تلك الرائحة؟ أشم رائحة مخبوزات وسكر. ها؟ من أين جاءت هذه الدونات؟ حتما شممت رائحة شيء ما. أحسنت صنعا. أوف، كاد يمسك بي. لحسن الحظ أني أحضرت معي دونات ثانية. سأعود لتناول الطعام. هذه أشهى من الأولى. ما زلت أشم رائحة الدونات، وأنا متأكد من سماعي لصوت أحدهم يمضغ الطعام. اللعنة، راودته الشكوك ثانية. مستحيل، دونات ثانية. شكرا لطيور الدونات. هذا تمرين صعب. أشتاق للدونات. تمام، لندخل من هنا. لا نريد أن يعثروا علينا. تمام، حصلنا على الخبز، وسنضيف إليه مربى الفراولة. واو، فكرة عبقرية بكل معنى الكلمة. يبدو شهيا فعلا. حقا هو شهي. أجل، انظري ماذا لدي. هكذا، مربى في أمه بمعجون أسنان. ذكي للغاية. وقت تناول الطعام. ها؟ ما هذا؟ توماس؟ تينا؟ لا، إنها أمي، لقد وجدتنا. أظن أنه من الأفضل أن أرى ما يحدث. لنختبئ، إنها قادمة. أقسم أني سمعت صوتهما هنا. يحدث شيء غريب. ها؟ ربما كنت مخطئة. ربما علي وضع المرطب بما أني هنا. هم.
ما هذا؟ مهلا لحظة، إنه مربى. توماس، تينا، سيكون في ورطة كبيرة بمجرد أن أعثر عليهما. تمام، يبدو أنها ذهبت. لنعود إلى تناول الطعام. أخيرا، لذيذ للغاية، نستحقه بجدارة. هذه الرسوم الهزلية مضحكة فعلا. هل هناك أحد في الجوار؟ سأتناول قليلا من الحلوى. أبي، أين أنت؟ تبا، الأطفال قادمون. هل يمكنك مساعدتي بتعليق هذه الصورة في غرفتي؟ أرجوك، لن يأخذ من وقتك الكثير. مام، لا بأس، أعطني مطرقة ومسامير. مرحى، شكرا لك. أوه، فاكهة، يمكنني تناول القليل منها. ماذا؟ يخفي الحلوى. يبدو أن حلوياتي أصبحت لي. تمام، بهذا المستوى. أوه لا، لقد عاد. تمام يا تينا، علقت الصورة. شكرا جزيلا، أنت أفضل أب. أصبح فتاة غريبة أحيانا، سأعود للاسترخاء. من الأفضل التحقق من خلو المكان. اختفت الحلوى. تينا، حان الوقت لإخفاء حلويات شهية. سيكون هذا شريط سلاحا سريا، سأضع الشريط اللاصق على طول البطانية. تمام، حان وقت إخفاء الحلوى. أجل، أنا في غاية الذكاء. أوه، أحد قادم. يبدو أنه نائم. كم هو جميل كأمير صغير. ها؟ ما هذا؟ أمي، أحبك، أنت أفضل أم. أوه، أنت لطيف للغاية. أوف، كادت تكشفني. طيب، أحلامك سعيدة. سأطفئ المصباح. هل ذهبت؟ أخيراً، حان وقت تناول الحلوى. أعطني الحلوى التي معك. ما هذا؟ وحش تحت السرير. سأختبئ تحت البطانية ولن يصل إلي. ها، من السهل خداعك. تينا، طيب، أتقنت الدور. إليك بعض الحلوى. واو، الكثير من حبيبات الحلوى. لا أصدق أني أخذتك لهذه الدرجة. واو، انظروا لكل هذه الحلوى. لا يمكنني الحصول عليها بيد الوحش هذه. تمام، لا بأس، خذي. ياي، حلوى شهية. هذا الفيديو رائع، ويمكنني فعل ذلك. مستحيل، لقد سقط، إنه أحمق. توماس، من أين حصلت على هذا الشراب؟ أوه، لا تقلقي، إنه عصير نباتي وليس كولا. أوه، طيب إذن. واو، إنها تراقبني دائما. من حسن حظي أني أخفيته بهذا الكوب. يجب أن أتحقق من أن شراب كل نباتات. تمام، بالحديث عن الشراب أشعر بالعطش. سأخذ رشفة صغيرة، لن يمانع بذلك. أوه لا، أمي، انتظري. لا، أمسكت بي. واو، هذا الشراب النباتي شهي. عرفت الآن سر حبك لشربه. أوه، أخذت شرابي لها. لحسن الحظ لدي واحد إضافي. انظروا، نهضة ثانية. لا، دعيني أخرج من هنا.
أنت ترتكبين خطأ كبيرا. أنت تعرف القواعد، الطعام ممنوع، أعتاز إلى دعم، لا يوجد سوى حل واحد. أعطني هذا، لقد تأخرت كثيرا. وصل فريق الأحلام، لقد عبثت مع الطالب الخاطئ. أيها المنتقمون، هاني اجتمعوا أيها المعلمون، لقد كنت أنتظر هذه اللحظة، ستهزم أيها الأخرق. أرونا ما لديكم. لا رحمة، لقد تشرفت بمعرفتكم. هجوم. خذوا هذا، هل هذا أفضل ما لديكم؟ أشعر باضطراب معدتي، إنه وسيم جداً، يجب أن أتحدث إليها. لا تهتمي. كان هذا وشيكاً. لدي فكرة، سأكتب رسالة لصاني. ماذا يفعل؟ لقد عبرت فيها عن مشاعري تماماً، أنا متوتر جداً. هل هذه لي؟ إنه رومانسي جداً، لم أشعر بمثل هذه السعادة من قبل. لقد أحببتها. من الأفضل أن أكتب رداً. أتساءل ماذا ستكتب؟ هذه لك. هل تبادلني الشعور؟ حانت لحظة الحقيقة، إنها تحبني. اهدأ يا قلبي. أشعر كأنني أمشي على السحاب، لا شيء يمكن أن يفسد هذا اليوم، أنا أكثر رجل محظوظ في العالم. لدي فكرة، يجب أن أعطي صني هدية. حصان؟ لا. ماذا لدي هنا أيضاً؟ دب محشو لطيف. لقد مر بأيام أفضل، تستحق صني الأفضل. لنرى. علبة من الطماطم؟ مستحيل، يجب أن يكون هناك شيء ما. لوح من الشوكولاتة، هذا مثالي. لقد نسيت تلك القاعدة الغبية. الآن ماذا سأفعل؟ ستشعر صني بخيبة أمل كبيرة. من الأفضل أن أذهب إلى الصف التالي. مهلاً؟ لدي فكرة. نعم، سينجح هذا. هل أحضرت لي الحلوى؟ هذا لطيف جداً. انتبهي يا صاني، سأخذ هذا. لكن إنها الحلوى الخاصة بي. هذه هي القواعد. حسناً إذن، ماذا عنك أيها الأخرق؟ لا أحمل شيئاً. هل هذا صحيح؟ حسناً، لكنني أراقبك. صاني، شاهدي هذا. ما هذا؟ شاهدي هذا، سأقطع كتاب الرياضيات الخاص بي. ماذا؟ هل أنت مجنون؟ يا لمعادلات الجمع البريئة. لا بأس، ثقي بي، إنها كعكة، ويمكنك الحصول على القطعة الأولى. تفضلي، جربيها. شكرا يا أليكس. أتطلع إلى هذا، إنها خفيفة وهشة جدا، لقد أحببتها. كنت أعرف أنك ستحبينها. هناك شيء واحد أريده، أمل أنك لا تمانع ذلك. عما تتحدثين؟ قبلتي الأولى. أخيراً انتهت الحصة، لنخرج من هنا. مهلاً يا صاني، انتظري، أريد أن أريك شيئاً. حاولي وخذي المال، ولكن لا يمكنك أن تسقطي الزجاجة. إن تمكنت من فعلها فالمال لك. لدينا صفقة. دعني أفكر في هذا، ربما إذا سحبت المال بقوة. حقاً؟ هل كانت هذه خطتك الكبيرة؟ كان ذلك تدريباً، يمكنني النجاح في هذا. دعيني أريك، إنها بسيطة جداً، شاهدي هذا. هذا سحر. حسناً، المال لي. يمكن الاثنين لعب هذه اللعبة، سترغب في رؤية هذا. ما هذا؟ حاول تمرير القرص من الفتحة. هذا سهل. لا يمكنك تمزيق الورقة. هذا مستحيل، لا توجد طريقة لحل هذا. هل تستسلم؟ لا يمكن حل هذا. هذا ما تعتقده أنت. سأرفع هذه الزاوية. ماذا؟ كيف؟ أعتقد أنها موهبة فطرية. حسناً، علي الذهاب. ودان، انتظري فحسب، يجب أن تري هذا، هذه الألوان زاهية جداً. في الواقع أريد أن أكلها. لا أليكس، لا تفعل ذلك. لا بأس، أنا محترف، تمني لي التوفيق. أليكس، هل أنت مجنون؟ الأصفر لذيذ. لا أصدق أنك فعلت ذلك. لا بأس، لا تقلقي، إنه مجرد مقلب، إنها ليست ألوان حقيقية. سأريك، سأضع الحلوى في صينية مكعبات ثلج، ثم سأملأ الأقسام بالماء.
بمجرد أن أفعل ذلك يمكنني خلطها. أنا أستخدم فرشاة الرسم، يذيب الماء غلاف الحلوى، ثم يمكنني تجميدها. تذوقيها، إنها لذيذة جداً. أنت محق. ما الذي يحدث هنا؟ إنهما يأكلان الألوان. لقد حذرتكما من هذا من قبل. هل تود مشاركتنا؟ حان وقت التمرن. أوه، هذا تمدد عميق، ولكن أولاً سأتناول وجبة خفيفة. أحتاج إلى الحفاظ على ارتفاع مستوى طاقتي. أنا أحب المارشميلو. مهلاً، ليس بهذه السرعة. انخفض أكثر، انخفض أكثر. لا أستطيع، تعيقني الأرض. أكره هذا. لا مكسب بلا ألم. هيا، لا تتوقف. مهلاً اللحظة. ما هذا؟ أعطني هذا. أحتاج إليها. ليس هذا سيئاً جداً. يمكنني أن أعتاد على هذا. أحسنت عملاً، أنا منبهرة. سأحتسي رشفة سريعة من الصودا، تدغدغ الفقاعات لساني. تعلم أنني أستطيع رؤية ذلك. أعطني إياها. كان ذلك وشيكاً. أليكس، أين هو؟ ماذا؟ ملان، ليس هذا كما يبدو. هل تمزح معي؟ أنا فقط أحب الحلوى. أنت تعرف ماذا عليك أن تفعل. هذا غير عادل على الإطلاق. هذا هو آخر تحذير لك. حسناً، دعينا ننتهي من هذا. أعطيني الرقائق. أنت لئيمة حقاً، تعلمين ذلك، أليس كذلك؟ أنا دائماً مستعد. لدي بعض الأطعمة اللذيذة في خزانتي. مهلاً، كانوا هنا تماماً. لا يمكن أن يحدث هذا. هي شرائط الحلوى المفضلة لدي. مهلاً، المعلمة ليست هنا، أليس كذلك؟ سأحتاج إلى إخفاء هذا. ماذا عن؟ لا، سأضعها في جيبي. مهلاً، هذه السراويل القصيرة لا تحتوي على جيوب، لكني لن أستسلم. إنني أشعر بالحارق. هيئة جيدة يا أليكس، أنا منبهرة ولا أرى أي حلوى. أنت لا تخفيها، أليس كذلك؟ أنت تعرف أنني سأجدها. لا أعرف عما تتحدثين. بالتأكيد، أنا فقط أحاول أن أتدرب. حسناً، أعتقد أنك استمعت إلي أخيراً. شورت جميل. هل تقصدين هذا الشورت القديم؟ شكراً، أنا أحبه. كان ذلك عصيباً. أعتقد أنني أستحق مكافأة. مكافأة لذيذة وحلوة، كان الأمر يستحق بالتأكيد. حان وقت تجديد هذا الحذاء. سأبدأ بقص مربع صغير من الكعب، وبعدها سأحتاج إلى علبة أواد ثقب. سأفرغ محتوياتها ثم أقصها من المنتصف. أحتاج لهذا الجزء فقط. سأضع الغراء على حوافه، ثم ألصق قطعة القماش من الحذاء بهذا الجزء، وأضيف خارزة للتزيين. وها قد حصلت على درج صغير. أستطيع تعبئته بالحلوى. هذا نوعي المفضل. والآن أستطيع إدخال الدرج في الحذاء. قياسه مثالي. سأرتدي الحذاء الآن. أمل أن تنجح الفكرة. مرحبا، كيف الحال؟ يجب أن أتحقق من عدم وجود حلوى. أنت تعرفين القواعد. ماسح الحلوى لا يغدو لي مطلقا. أعتقد أنك خالية من الحلوى. هل هذا الجهاز آمن؟ هل هذه حلوى؟ لا بأس، أعتقد أن بإمكانك دخول الصف. لقد كان هذا ممتعاً، أشكرك. شكراً لك. لقد وصلت. قولي أنك أحضرت الحلوى رجاءً. مرحباً يا أولاد. الحلوى، الحلوى، تفضلوا. أعطني الحلوى، أعطني. أنا في غاية السعادة. شكراً يا ميا. أنت الأروع. كم أنتم لطفاء. حلوى الدببة الهلامية. بروكلي، لا أحد موجود. بحقك، علي أن أكون هادئاً، فأمي نائمة. ما هذا؟ مصاصة؟ مهلاً، هل هذا فخ؟ لا تفكر في الأمر حتى. أمسكي بي أولاً. كلا. يا إلهي، إنه كل ما حلمت به يوماً. هل أمي موجودة؟ لا شيء يقارن بكتاب جيد. لابد من أن هناك طريقة للتسلل بعيداً عنها. طابت ظهيرتك يا أمي، لا شيء تريناه هنا. لماذا يتصرف بغرابة؟ محاولة جيدة، والآن تناول البروكلي. كلا، لن ينجح ذلك.
فكر، وجدتها. حسناً أيتها البطة، لنفعل هذا. وكواك. ماذا؟ هل هذه بطة؟ مناورة المغوار، باركور. لا خوف ولا رحمة. نجحت، وقت مشاهدة التلفاز. أنت لطيفة للغاية. كلا، لن تهرب من البروكلي أبداً. باركور الطوارئ. أتمنى لو كان بإمكاني ممارسة الباركور، لكن تلك فكرة سيئة. أعلم. مرحباً يا أمي، أتودين رؤية خدعة سحرية؟ وها قد اختفيت. عجباً، هذا مثير للإعجاب. مريحة. حسناً، أحتاج إلى ربط هذه الحلوى بي. لا يمكنني فقدان أي منها. أظن أنني مستعد. أظن أن لدي كل شيء هنا. ها نحن ذا. هذا مثير للغاية. أعلم أن هذا سينجح. ليو المذهل سيختفي الآن. لماذا المكان مظلم؟ ساعديني، أنا خائف. هل أنت بخير؟ واو. ماذا تفعل؟ يمكنني أن أفسر الأمر. هل هذه حلوى؟ أعدك ألا يحدث هذا مجدداً. أمي، اختاري سلاحك. هل ظننت أن ذلك سينجح فعلاً؟ أجل، حسناً، نوعاً ما. حسناً، هذه هي الأشياء الجديدة. إنها الطريقة الوحيدة التي تمكنني من أكل البروكلي. يعني إنه مقزز للغاية. أتساءل، هذا أفضل كثيراً. ليتني فعلت هذا مبكراً. مرحباً أمي، هل هذه مصاصة؟ ماذا تحمل معك؟ لا حلوى. إنه ملكي. أعطني هذا. هذا غير عادل. يمكنك الذهاب. مهلاً، انظر إلى الطقس. إنه يبدو سيئاً. من الأفضل أن تأخذ هذا. شكراً. يمنحني هذا فكرة. أريد حلواي فحسب، لكن أولاً أحتاج إلى هذين. أعلم أن هذا سينجح. سأفتح السكيتلز أولاً. والآن الشريط اللاصق. سألصق الشريط على الوشاح. والآن سأضع السكيتلز على الشريط اللاصق. يبدو مثل قوس قزح. ها أنا ذا، أنا سعيد بهذا. والآن سألف الوشاح حولي. لن تعلم أمي أبداً. التنظيف مريح للغاية. سأخرج فحسب يا أمي. دعني أعدل وشاحك. ما الموجود على رقبتك؟ حلوى؟ غير معقول. ستخلص من هذه الحلوى السخيفة. هذا أفضل. وداعاً. استمتع. وداعاً، لقد صدقت الحيلة. هذه أفضل مظلة على الإطلاق. من الأفضل أن أذهب إلى الفصل. ها، انظروا إلى هذا. هذا ما يمكن أن يسميه المرء منزل دمية. يمكنني صنع منزل دمية أفضل من هذا. حتما سأوقع للمشاركة في المسابقة. ابتعدي عن طريقي، أريد الاشتراك في المسابقة. اتركيه، احترسي. لا، انظري إلى ما فعلتيه. أنا أردت أخذ القلم فقط. ماذا حدث؟ هذا مؤلم. أبعدوا هذا الشيء عني. ما هذا المكان؟ انظري، يمكنني استخدامه لصنع منزل للدمية. من أين سأبدأ؟ يجب أن يكون منزلاً مثالياً. سأبدأ بتغطية جدران الصندوق. سأستخدم قطع ورق ملونة. فعلت هذا بسرعة وسهولة. واو، إنه جميل جداً. ما رأيك؟ أعلم، إنه نال إعجابك. أنا بارعة في التصميم. ما مشكلة بريتني؟ هل بدأت بالفعل؟ أجل، أعلم أنه مذهل. من الطبيعي أن تشعر بالغيرة. أنا بحاجة إلى بعض الإلهام. لا، كلا، لا يعجبني هذا. قد يكون هذا جيداً. سننتظر الآن. يعجبني هذا الجزء. إنه لطيف جداً، يعجبني كثيراً. هي، انظري إليه. تجدين هنا كل ما تحتاجين إليه.
لا؟ لم يعجبك؟ لا بأس، سأتولى الأمر. إنه بحاجة فقط إلى القليل من اللون الذهبي. كنت أعلم أنك تملكين ذوقاً فاخراً. سيغير هذا مظهره. سأقص القطع الورقية وأضعها على جدران الغرف. حسناً، ما رأيك؟ كنت أعلم أنه سيعجبك. أشعر بالنعاس. هل أنت متعبة أيضاً؟ أنا أعمل بمفردي هنا. حسناً، أعرف ما علي فعله. سأعدل هذه الستارة قليلاً. في الواقع، أنا بحاجة إلى أخذ بعض القطع منها. ستفي هذه بالغرض. لقد صنعت سريراً من الورق المقوى. ثم سأستخدم قماش الستارة كغطاء للسرير. يبدو مريحاً جداً. المنزل فارغ تقريباً. إنه بحاجة إلى بعض الأثاث. أحلاماً سعيدة. إنها فكرة جيدة. هذا ما كنا نحتاج إليه. لدي خطة. هيا. مرحبا كاندل. ماذا تفعلين؟ أريد قطعة الفومي تلك. سأدفع ثمنها. أفكر في الأشياء التي يمكنني شراؤها بهذا المبلغ. شوكولاتة. هل أنت بخير؟ واو، من الصعب مساومتك. المزيد من المال. واو، هذا أفضل يوم في حياتي. أصبح الأمر سخيفا. أنا ثرية. لم أشعر بهذه السعادة من قبل. خذيها، إنها لك. وأخيراً سيكون السرير الأكثر نعومة على الإطلاق. قصصت قطعة من الفوم على شكل مستطيل. الآن علي تزيينه. بالطبع سيكون ذهبي اللون، لكنه بحاجة إلى المزيد من البريق. سأضغط بهذه الدبابيس على قطعة فوم أخرى. تبدو مثل اللآلئ. سأضع الدبوس الأخير. والآن سأثبت القطعتين معاً. سيكون هذا مسند الرأس. ثم سأحتاج إلى بطانية مريحة ووسائد. هاو، يبدو هذا مذهلاً. يبدو هذا المكان مناسباً له. والآن سأثبت هذا الشريط بالسقف. ستكون هذه ستارة. أريدك أن تكوني مسترخية في السرير. أعتقد أنه جاهز. هيا استلقي. نوماً هنيئاً. أنا بحاجة إلى هذا. لقد تناولت الكثير من الحلوى. سيغضب طبيب الأسنان خاصتي. مرحباً، ها هي تذكرتي الرقمية للفيلم. يبدو كل شيء جيداً. تفضلي بالدخول واستمتعي بالفيلم. مرحباً، أنا هنا لحضور الفيلم. ها هي تذكرتي. لكنني بحاجة إلى رؤية ما في حقيبتك. حسناً، ها هي. سأفرغ ما فيها. هذا ما فيها. هذا كل ما أحمل. ماذا؟ انظروا إلى كل تلك الحلوى. سأصادر هذه بالتأكيد. شرير. أنا أؤدي عملي فحسب. يا إلهي، رجل الحراسة ذلك يفتش عن الطعام. ربما يوجد ما يمكنني فعله بشأن هذا. هزل، بالطبع يمكنني استخدام مكياجي. إنه الحل دائما. حسناً، أولاً أحتاج إلى التخلص من المكياج الحقيقي. والآن لدي علبة عصير. سأحتاج إلى عصير بالتأكيد، لذا سأسحب بعضه بحقنة. حسناً، ينبغي أن تكفي هذه الكمية من العصير. والآن يمكنني إضافة هذا إلى عبوة ملمع الشفاء. سأملأ العلبة بأكملها قدر الإمكان. ها نحن ذا. والآن يمكنني وضع الغطاء مجدداً. علي إغلاقه بإحكام، فلا أود أن يتسرب في حقيبتي. حسناً، من المستحيل أن يعرف أن هذا ليس مكياجاً. انظروا، يمكنني وضعه على شفتي وسيكون لذيذاً جداً. حسناً، حان الوقت لمشاهدة هذا الفيلم. أو توقف في مكانك. أعلم أنك تود النظر داخل حقيبتي. لا تقلق، سأخرج كل شيء لتراه. أجل، كان لدي مجموعة من الوجبات الخفيفة. ستذهب إلى سلة القمامة. باي باي. أو لكن هذا مكياجي، يمكنني الاحتفاظ به، أليس كذلك؟ أحتاج إلى ترطيب شفتي. أنا لا أهتم بمكياجك حقا. رائع، شكرا، طاب مساءك. كان ذلك موقفا غريبا. أجل، لقد نجحت في الدخول إلى السينما بعصيري. وعلى ذكر ذلك، أحتاج إلى القليل منه. توقف عندك، الطعام والشراب ممنوعان في هذه الحفلة. كلا، لقد رفض إدخال هذا الرجل بسبب الطعام. لكن ماذا سأفعل بشأن الحلوى خاصتي؟ سأكلها الآن فحسب. لذيذة جدا، يمكنني إخفاء بعض منها على الأكمام وفي الجورب. حسناً، ينبغي أن ينجح هذا. دعيني أرى، هل لديك أي أطعمة أو مشروبات؟ هل تمازحيني بهذا؟ يمكنني رؤية الحلوى. حلوى؟ هذا جزء من زيي. هيا ارحلي من هنا. لماذا لم يصدقني؟ مهلا لحظة، ربما يمكنني لطبق الأزهار أن يساعدني. حسناً، سأبدأ بقطعه هنا. هكذا، والآن يمكنني أن أبدأ بتفكيكه. وداعاً أيتها الأزهار، ها نحن ذا. هذه آخر واحدة. والآن لدي هذا الخيط للطوق. سأفرده ليكون طويلاً ومستقيماً. والآن بالطبع، حان الوقت لشرائط الحلوى. سأصفها على الخيط هكذا. أجل، والآن يمكنني تكرار هذا على الخيط بأكمله.
انظروا إلى كل تلك الحلوى اللذيذة. حان الوقت لثني الأطراف إلى الأسفل. أحتاج إلى أن تكون في شكل شرائط نوعا ما معلقة في الخيط. حسناً، لنضيف المزيد من الحلوى. الحلوى هي الأفضل. ثم علي وضع الأزهار مجدداً بالطبع كي يعتقد أنه توقع أزهار، وهي جميلة أيضاً. حسناً، أظن أن هذا يبدو جيداً. دعوني أتفقده. أجل، لقد تحول إلى تنورة لطيفة جداً. أنا ذكية جداً. مرحباً، هل يمكنني الدخول إلى الحفلة الآن؟ أنت الفتاة التي جاءت من قبل. دعيني ألقي نظرة عن كذب. حسناً، تبدين جيدة، ولكن أولاً رقصة الليمبو. انزلي من أسفلها، يمكنك فعلها. مرحا، كان ذلك ممتعاً. كان ذلك صعباً للغاية. أحتاج بعض الحلوى لأعيد رفع طاقتي. إنه لا يدري تماماً. لذيذة، والآن لدي طاقة لأحتفل طوال الليل. حفلة حفلة حفلة. حسناً، سيكون هذا الشيء رائعاً. وبينما أنتظر ناقة. مرحباً يا ديفيد. ماذا؟ أريد شيئاً لاحتسائي أيضاً، أرجوك. حسناً، بالتأكيد. يوجد مزيج من الشوكولاتة الساخنة هنا. لذيذة، حلوة. أجل، دعيني أحضر هذا. أنت ماذا تفعلين؟ لقد أكلت كل الحلوى. هيا أعطيني إياها الآن، أنا جاد. أعطيني إياها فوراً، أنا لا أمزح. أنا غاضب منك الآن. لكن الحلوى. حسناً، خذيها مجدداً إن كانت مهمة لك إلى هذا الحد. مرحا، شكراً يا ديفيد. والآن ليس لدي أي حلوى لأكلها. حسناً، لا أراها في أي مكان. يمكنني التسلل إلى الداخل، والآن يمكنني إخراج كيس حلوى الديدان الهلامية الذي خبأته هنا. أحب الحلوى الهلامية جداً. مرحباً يا ديفيد، هل يمكنني أن أحصل على بعض الديدان الهلامية أرجوك؟ خذي الكيس بأكمله إذن. لقد أخذت، لكن كان ذلك جزءاً من خطتي، لأنه بينما تأكل تلك لدي مخزون سري أكثر. أخذت أنبوب معجون أسنان وأفرغته بالكامل. انظروا إلى ذلك، انظروا إلى ذلك الجل. حسناً، الأنبوب فارغ، وسألقي معجون الأسنان فحسب. والآن سأضع الديدان الهلامية، ستنزلق داخل الأنبوب. إنها بمقاس مثالي تماماً. والآن سأعيد وضع الغطاء لأنهي هذا التنكر. والآن حين أريد أكل دودة هلامية، لدي واحدة جائزة. جيدة جداً. أنا جائع للغاية فجأة. مهلاً، قلم يا رصاص بالطبع. ماذا إن كان في الحقيقة من الحلوى؟ أجل، سأكله بأكمله. ماذا يفعل هناك؟ ديفيد، توقف. ماذا؟ هل تريدين بعضا؟ هل أريد قلم رصاص؟ قلم رصاص؟ صحيح، كنت أتخيل فحسب أنه طعام. ديفيد، انظر، دعني أريك كيف يختلف قلم الرصاص. بدأت ببعض الشوكولاتة بالطبع، ثم وضعتها على ملعقة وأحضرت مجفف شعري. كان الوقت قد حان لإذابة الشوكولاتة، ثم احتجت إلى قلم الرصاص. من السهل إزالة الممحاة. أضفت أنبوباً صغيراً في نهاية القلم الرصاص، وبهذه الطريقة يمكنني سكب الشوكولاتة الدائبة في الداخل. انظر إلى هذا، لكنني كنت بحاجة إلى تركها لتجف وتثبت. ممحاة من الشوكولاتة على قلم الرصاص، تفضل، يمكنك أن تأخذ هذا. شكراً يا ماديسون، أنت رائعة. هذا لذيذ جداً، إنه يشبع ذلك الجوع أيضاً. ديفيد، لا، توقف، باقي القلم مجرد قلم رصاص عادي. نسيت مجدداً، هذا خطأي. لماذا لا يمكنني فتح هذا؟ هيا أيها الكيس، أريد تناول المعكرونة. هذا سخيف. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ماذا هناك؟ هل أنت في خطر؟ لا، عذرا، كنت أفتح كيس المعكرونة. حسنا إذن. حسنا، ربما علي العودة إلى المعكرونة. هي، حان وقت الطعام. مهلا اللحظة، حتما ينقص الخبز شيئا ما. إنها المربى الشهية، أحبها كثيرا. هذا الغطاء صعب الفتح. هي ديفيد، أنا بحاجة إلى المساعدة من شخص قوي. شخص قوي؟ حسناً، هذا أنا. هي، ماذا هناك؟ هل يمكنك فتح هذا الوعاء؟ أجل، بالتأكيد، يمكنني مساعدتك في ذلك. تفضلي، لكن احملي هذا الوزن لي. كنت أثقل. هي، أجل، يبدو هذا الغطاء عالقاً. تباً. هيا أيها الوعاء، افتح. حسناً، مهلا اللحظة، يجعلني هذا الوعاء أبدو ضعيفاً. تباً.
هاي، كيف تسير الأمور هنا؟ هل تمكنت من فتحه؟ أجل، حسناً، قصة ممتعة، لم أنسها بعد. أو لحظة، هاتفي رن. عذراً، مكالمة ضرورية، سأعود حالاً. جيد، إنها لا تراني، هيا بسرعة، أنا في مكان آمن، وأنت أيها الوعاء وضعتني في موقف محرج أمامها. مهلاً، شريط اللاصق، هذا هو الحل. سأضع قطعة من الشريط اللاصق فوق الغطاء بهذا الشكل، سأثبته جيداً ثم أسحب. هيا، أجل، تمكنت من فتحه، أنا عبقري. أو لقد عاد، أشعر بجوع شديد. مرحباً، عذراً، لكني أحضرت لك الوعاء، دعيني أني فتحه. واو، كيف تمكنت من فعل ذلك؟ لا شيء يستحق الذكر. أريد القليل من الحليب. ها؟ أو تباً، نفذ الحليب ولم يمتلئ الكوب. حسناً، لا بأس، سأعود لمشاهدة التلفاز وتناول البسكويت. يمي يمي يمي. تباً، لا يمكنني إدخال البسكويتة في الكوب، لابد أن هناك طريقة مناسبة. أعتقد أن علي سكب الحليب على البسكويتة. أو البسكويتة، رائع، وجدتها. أي، ضربت رأسي في الطاولة بقوة، لا أصدق أنني فعلت ذلك. لن أتناول هذه البسكويتة الآن. مهلا، لحظة، لدي صينية البسكويت وأماكن فارغة وكوب. هل يعقل أن الأمر في غاية البساطة؟ لنرى، سأسكب الحليب في الأماكن الفارغة من صينية البسكويت، يبدو أنه صامد. أنا ذكية جداً، يمكنني الآن غمس البسكويت في الحليب. وأخيراً، سأتناول الوجبة الخفيفة المفضلة لدي. مهلا، لحظة، مذاقها فظيع. هل المشكلة في الحليب؟ سأتحقق من تاريخ انتهاء صلاحيته. حسناً حسناً، واليوم هو لا. مرحباً، لقد وصلت البيتزا. مرحباً سيدتي، تفضلي البيتزا التي طلبتها، أتمنى لك يوماً سعيداً. أجل، تغلب القرش على السيارة. عذراً، ذهبت لفتح الباب. بيتزا، إنها المفضلة لدي. يمي، تبدو شهية، أحب البيتزا كثيراً. حسناً، أريد هذه القطعة، تبدو الأفضل من بينها. أوف، هذه البيتزا عالقة، لا يمكنني إخراجها. يمكن أن تساعدني أمي. إنها تتحدث على الهاتف، لا بأس، سأنتظرها حتى تنتهي. أمي، أريد أداة تقطيع البيتزا. ليس الآن يا ديفيد، فأنا أتحدث على الهاتف. لكني أريد البيتزا الآن، أنا جائع جداً، بل أتضور جوعاً. بيتزا، أنا قندس الآن وسألتهم هذا الصندوق، ستبرد البيتزا، ليتني أستطيع تقطيعها. هاي، دراجتي الرائعة، تبدو كأداة تقطيع البيتزا، انظروا إليها وهي تدور. حسناً يا دراجتي، أنا بحاجة إليك. بروم بروم، ياي، هيا أيتها الدراجة، انطلقي، اقطعي كل البيتزا وأنقذي يومي. ياي، قطعت البيتزا، ويمكنني تناولها أخيراً. يم يم يم، أحب البيتزا كثيراً. مهلاً، لحظة، ديفيد، هل تناولت البيتزا كالأولاد الكبار؟ حسناً، علي التحقق من توازن هذه السجلات. جيد، تحققت من هذا ثم هذا. كم الساعة الآن؟ لم يحن وقت الغداء بعد، يجب ألا أنسى نقل هذه هنا. كم الساعة الآن يا ترى؟ لم يحن وقت الغداء بعد، بضع دقائق وتبدأ الاستراحة. القليل والقليل أيضاً. مرحى، وقت الغداء، سأبعد كل هذه الأشياء من هنا. أجل، انتظرت طوال اليوم لتناول هذا الشيء. يبدو أني لم أنظف المكتب بالأمس. حسناً، لدي حل رائع، سأقص الكيس بهذا الشكل باستخدام المقص، سأقص مربعاً في الجزء العلوي منه. هكذا، أعتقد أن هذا كافٍ. أحتاج الآن الغلاية الكهربائية لتسخين الماء، ثم سأسكبه في هذا الكيس الصغير. هيهي، أنا عبقري، يجب أن يدفعوا لي راتباً أعلى. أنا اللحظة، الكثير من البهجة في الخارج هذا اليوم، لا أريد أن يراني أحد أثناء تناول الطعام. وأخيراً، سأستمتع بالخصوصية أثناء تناول الطعام، يبدو أن النودلز قد نضجت، سأتذوقها الآن. شهية وبنكهة الدجاج.
نودلز شهية. أجل هذا رائع. حول لا بأس. انظروا إلى ذاك الفتى. ما مشكلة، إنه يسير فقط. مهلا، ماذا لديه؟ أوه، بيضة مسلوقة. أوه، أحب تناول البيض. يجب أن أذهب إليه. أوه، من أنت؟ أوه، مرحبا يا صاح. أوه، رائحة جنتنا. هل تريدين هذه البيضة؟ لن تحصلي عليها. تبا، سأشغل دموعي. ما الذي تحاول فعله؟ إنها تخيفني ولا تكف عن التحديق بي. يمكنك الحصول على هذه البيضة. دعيني أقشرها أولاً. سأنزع القشرة كلها. يمكنك تناول ما تبقى. هاول، لقد امتلأت بالجراثيم. لن أفعل هذا. حسناً، هذا مؤسف. أوه، وجدتها. ما الذي يفعله؟ ماذا يكتب؟ لنرى ما أفضل طريقة لتقطيع بيضة. لابد أن هناك طريقة ما لحل هذه المعضلة. هاي، مهلاً. قلمك، أعطني إياه. أوه، كنت أكتب ذلك. خطرت لي فكرة. سأفتح القلم وأتخلص من هذه الأشياء عديمة الفائدة. أريد فقط هذا النبض الصغير. أجل، هذا ما أحتاجه بالضبط. أعطيني هذه البيضة الآن. سأقطعها الآن باستخدام النبض. هكذا، ممتاز. قطعتها بشكل مثالي. كمان ذكية. هاو، بيض شهي. تفضل هذا النصف يا سيدي. أحسنت صنعاً، فكرة ذكية حقاً. هاي، هل تريد تناولها؟ أحضرت وعائي المفضل. كم هو جميل. مرحى، أدوات خفق. وأحضرنا الدقيق والحليب. هل أنت مستعد يا ديفيد؟ سنبدأ أولاً بكسر هذه البيضة في الوعاء بهذا الشكل. يمكنك فعل الشيء ذاته. أجل، يمكنني كسر البيضة أيضاً. حالاً يا أمي. كباو. أوه، هل فعلت ذلك بطريقة صحيحة يا أمي؟ لا بأس. علينا فقط سكب القليل من الحليب مع البيضة. حسناً، أسكب الحليب يا ديفيد. حسناً، أحب الحليب. سأضعه مع البيضة. أوه، لقد سكبه كله. حسناً، أعتقد أن هذا جيد. وقت إضافة الدقيق. سأسكب القليل في هذا الوعاء لخلطه. أوه يا إلهي، لم أستطع السيطرة على الدقيق. يا للفوضى، لا أصدق أنني أرتكب خطأ كهذا. لا تقلقي يا أمي، لدينا أداة الخفق هذه. انظري، سأضع أداة الخفق في كيس الدقيق. ماذا تفعل يا عزيزي؟ أوه يا إلهي، كيف فعلت ذلك؟ ثم سأضع الدقيق في وعائي وأرج وأرج وأرج. يا إلهي، ولدي عبقري، سيصبح طاهيا ماهرا، أنا متأكدة من ذلك. هاو، طاهي محترف. ياي، حان وقت المدرسة. لا يمكنني أن أنسى كتبي أو حلواي. هذا أهم شيء. آخر قطعة. حسناً، علي الذهاب. لا مثيل اليوم استرخاء. ما كان ذلك؟ أنا متأكدة من أنني سمعت شيئاً. من أين أتت كل هذه الحلوى؟ ليو، كان ينبغي أن أعلم. لا 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 لا، سأذهب إلى المدرسة. يا لو من يوم رائع. مسار الحلوى يؤدي إلى هذا الاتجاه. لابد أنه قريب. سينال عقابه حين أجده. مرحبا. أتحرى شوقا لتناول حلواي. ما هذا؟ ليو، أهي معك؟ ماذا؟ هذا مستحيل. أحتاج إلى نظرة عن قرب. أمي، لقد وجدتني، لكن كيف؟ هذا يعني كلا حلواي. أيمكنني تحريك مكتبي؟ لقد اختفت جميعها. مخزوني للطوارئ. ما زالت هنا. علي إخفاؤه قبل أن تأتي أمي، وأعلم كيف أفعل ذلك. استخدموا سكيناً لقطع الجزء العلوي من قلم التحديد. هكذا تماماً. وضعوا الغراء على الغطاء، ثم ألصقوه على غلاف علكة الفقاعات. واضغطوا لتتأكدوا من أنه محكم. ثم غطوا الغلاف بقطعة من الورق واستبدلوا الغطاء. يبدو جيداً. هكذا أتت أمي. لن تهرب مني يا ليو. إن كان لديك أي حلوى فستقع في متاعب. أين هي؟ ليس لدي أي حلوى.
حسناً، هذا محرج. هل تظن أن بإمكانك خداعي؟ سأنظر هنا. أقلام؟ هل هذا كل ما في الأمر؟ أخبرتك. أنا متفاجئة لكنني منبهرة. أحسنت. كان ذلك وشيكاً. أستحق مكافأة. انظروا لهذا، سأنزع الورقة. تفضلي. شكراً. أنا سعيد لأن أمي لم ترى هذا. إنها لذيذة، أليس كذلك؟ بنات؟ جيد، سأعود إلى العمل. ستضيف خدمتي الكثير إلى يومكما. قفا واختار كوباً. يبدو لا بأس به، أليس كذلك؟ نقود؟ هيا أعطياني إياها. والآن أفسح المجال لي. انظروا لهذا الكوب جيداً. لا تضيعانا. هل هو الكوب الأيسر؟ أم ذلك؟ ماذا الآن؟ كلا، أخطأت ثانية. حسناً، ما الذي يحدث هنا؟ لقد أضعت نقودنا. أوف، اعتقدت أنهما لن تتوقفا عن الكلام. والآن سنعود للمربع الأول. ما هذا المكان؟ تحدي اليدين، رائع. هل أنت مستعدة؟ هيا بنا. تدا، هل هذا يوم حظنا أم ماذا؟ لكن كم يدا سنستخدم؟ أنا أولاً. ماذا عن؟ لا أعلم، يبدو أنها ستأخذ وقتاً طويلاً. هذا؟ أنا مرعوبة. يبدو أن الحظ نصيبي. بلا يدين؟ كيف هذا؟ على اللحظة، لا تعمل الآيس كريم دون زينة الحلوى. سيجعله هذا شهياً أكثر. هذا أشبه بمهرجان. الآن حان الجزء الذي أنتظره. اللقمة الأولى الشهية. كريمية. منكهة الليمون، ستحبين هذا. بالطبع، مقرف. هل ستتناولين الطعام بقدميك؟ وملعقة. ها؟ أنا بارعة بهذه الأشياء. بنكهة التوت البري الشهي. هل يمكنني القيام بذلك يا ترى؟ هيا امسكي الكوب. كدت اصل. لا يهم، تبدو طريقتي مملة. انه شهي حقا. احسنتما صنعا يا قدمي. والان عودا الى مكانكما الاصلي. يلا من متباهية. سأبدأ أولاً. لنلعب، ما رأيك؟ أختار هذا. أوه، حظك سيء. لن يؤذيها ما لا تعرف. إذن هل هذا نصيبنا؟ لا مشكلة لدي. دب جيلي كبير، يا مساعدي. بلا يدين، انقلب العمي للنحس. لحسن الحظ فمي قوي. هيا بنا. كنت أعرف بنكهة الكرز الأحمر. سأبدأ الآن في التهامه فعليا. أحب نكهة الكرز الأحمر أيضا. ماذا؟ أرجوك. كلا. أشكرك على المشاركة يا صديقتي. ربما طبقي شهي أيضا. يا إلهي، ما هذا الشيء؟ أوه، رائع، بداخله مصاصة. استسلمي الآن. طبعا، حسنا، يمكنك الحصول عليه. ليس كله. تفضلي، خذي نقودي أيضا. ومجوهراتي. تحبين هذه أيضا، صحيح؟ واو، هذا الشيء قوي فعلا. أرجوك لا تؤذيني. أؤذيك.
يا لك من جبانة. ها؟ إنه مسدس من الحلوى، متى ستنضجين؟ أي أنه ليس حقيقياً؟ لا أصدق أني أعطيتك كل ممتلكاتي. أنت الخاسرة. اكشف عن الطبقين معاً بسرعة. هاي، هذا ليس مخيفاً إطلاقاً. ما الحاجة لليدين؟ أحتاج إلى فم واحد وحسب. ما هذا الشيء؟ ماذا؟ هل أصبحت أميرة جنية؟ سيصبح هذا الشيء بارداً. عد إلى هنا. توقف عن الحركة. فيني؟ ماذا؟ هل يمكنك التوقف عن تحريك البرجر؟ أنا من أفعل هذا؟ فيني؟ هل فعلت ذلك؟ كنت شائعة جداً. أقسم أني لم أقصد. سأجعله يعود. حسناً؟ عذراً، لازلت أجهل طريقة استخدام هذا الشيء. لا يمكنني تناول هذا. ماذا عن هذا الشيء؟ إنه نفس البرجر، أليس كذلك؟ هل نبدأ؟ سأثبته بيدي لك. الأصدقاء الذين يأكلون معاً يبقون معاً. برجر شهي فعلاً. أريد المزيد. لابد أن هذا مدهش. اكشف عن نفسك. هذا؟ هيك؟ هذا ما أريده بالضبط. هذا صعب. تحدثي عن نفسك. القانون هو القانون. هل علينا الكشف عنه؟ إنها زينة للكيكة وكلها جميلة. أيها أريد؟ نقطة ضعفي هي حبيبات الحلوى الملونة. سأضعها جميعاً بهذا الشكل. لحسن الحظ أن هناك طبقة ثانية. فلتمطر الآن. هذا كافٍ. لا يمكنني فعل شيء دون استخدام يدي. صعب. أمسكت بها. ليس جميلاً كما يجب، لكنه يفي بالغرض. لا. سأضيف المارشميلو الآن. أجل، هيا انطلقي. رائع، وحبيبات من الحلوى الملونة. مقرف، هل أنت بخير يا باني؟ بأفضل حال. والآن سنلتهمها. سأبدأ معك. هذه الزاوية غريبة. مهلا لحظة، هل تحتاجين إلى يدي؟ تفضلي. أترين؟ واو، شكرا جزيلا على المساعدة. يوجد القليل من الكيك على وجهك. لا تقلقي، سأفعل ذلك أيضا. للي أصبحت أنا وأنت بحالة مزرية، ألا ترين؟ استخدمت يدا واحدة كما تشير التعليمات. هي، حصلنا على مكافأة. إنها تستحق هذا العناء. أقسم أني قادرة على أكلها كلها. أشعر بحماس كبير تجاه هذا التحدي. بانكيك؟ رائع. يدان، ولا يسمح لك باستخدام أي يد. كلا، كنت أغيضها فقط. أنا آسفة. كلا. ماذا؟ قلت بأني آسفة. انقلبت الموازين. لا يهم، اللطيف ينال ما يستحقه في النهاية. لا أرغب بتلويث بلوزتي. الإفطار جاهز. ماذا؟ لا شيء، سأبدأ الأكل الآن. لا يمكنني الوصول إليها. أمسكت بواحدة. لا، أفضل تناول الطعام بالقليل من الرقي. لقمة صغيرة مثالية من البانكيك. أحب هذا الشيء. لن أضيع لقمة واحدة. لذيذة فعلاً. كلا. أنت مثيرة للشفقة، لكنك مضحكة أيضاً. أعتقد أني أستطيع أكل المزيد. سأصطاد واحدة كبيرة. باني؟ انظري، يشبه هذا الصيد في البحيرة. سأسحب الصنارة الآن. هيا تناولي لقمة. فكرة عبقرية. أمسكت بها؟ مهلا، هل يمكنني تناول المزيد؟ شكرا.
توقف مكانك، أنا قادم يا أنسة. أوف، ألا تعرف من أنا؟ توقفي، أنا لم تحضري طعاماً معك، صحيح؟ لا أحد يملي أوامره علي، هل عرفتني الآن؟ واو، أنا على الحائط أيضاً. إذن هل معك أكل؟ ارفعي ذراعيك، هيا لنرى هنا. كل شيء تمام. I'm the bad guy. ظننت أني لن أدخل أبداً، سأخلع هذا الشيء. ماذا؟ لحظة، لم تكن مغنية مشهورة. المفضلة لدي. أوه، يا لي من ذكية. كيف سأخفي كل هذه الحلويات؟ لن تكفيها جيوبي، لن أتجاوز الأمن. كلا، سأهلك لا محالة. إلا إذا نسيت أمر هذين الجيبين. أوف، توقف، هل معك أكل؟ دعني أتحقق منك. ما هذا؟ بنطال منفوخ؟ طيب، سعيدة؟ كشفتني. ماذا سأفعل الآن؟ مهلاً، قد تكون هذه الإجابة. أحضر وعاءً متوسط الحجم واملأه بحلويات، ثم ضعه تحت بنطالك. توقف، دعني أفتشك. لا شيء. شكراً. يا للهول، لا يمكن أن أنسى هذا المظهر. مرحى، نجحت، يا لها من نهاية سعيدة. ماذا؟ يا إلهي، واو، لنذهب إليه. أهلاً، من يريد شوكولاتة؟ هذه أفضل ليلة في حياتي. توقف يا أنسة، يجب أن أفتشك أولاً. لا داعي لذلك، لم أحضر أي شيء. إنها مقلوبة. واو، أعلم أن هذا مبهر. شكراً. أوف، لن تخبر أي أحد، مفهوم؟ كانت سقطة محرجة. أوف، لكن هذه الحلوى ستفرحني. يا لي من ذكية. توقف، الأكل ممنوع. ارفع ذراعيك، هيا. يا إلهي، أجل، يمكنك الدخول. هل يجب أن أرفع ذراعي أيضاً؟ لا، الأكل ممنوع، ستكشفني على الفور. بقي لدي الكثير. شعرها يبدوان متشابهين، صحيح؟ هيا فكر بسرعة. طبعا، القصل الخضراء قادمة. يمكنك الدخول. أنا قادم. إن كان لديك طعام سأعثر عليه. اهدئي. نعم، لا يمكنك الأكل، هذه ليست مشكلة يا صاح.
أنا هنا لأستمتع بوقتي، لا أن أتسلل بالأكل. أنا أطيع أوامرك، ليس لدي أكل. اسمحي لي بالدخول، سأحسن التصرف، سترين. ها؟ كان أداء رائعاً، تفضل. أهلاً، شعرك جميل يا صاح. حقاً، طعمه أجمل. واو، واو، طعمه رائع. هل يمكنني؟ أوه، الأخضر نكهتي المفضلة. توقف، دعني أتحقق منك. لنذهب. هل تخفي أي طعام معك؟ ماذا عنك يا آنسة؟ ماذا يوجد تحت ذراعك؟ أريني إياه. كنت تخفين كل هذا؟ وداعاً. إنه فظيع. ما خطبهما؟ أهلاً يا وسيم، نرتدي قلادتي سلاسل. سلسلتك رائعة. وجدتها. هيا أعطيني هذه الشوكولاتة، ثقي بي، سأعود حالاً. عظيم، تفضلي، صنعته خصيصاً لك. ارتديه. هذه القلادة رائعة. إنها فريدة، تفضل. هذه الحفلة رائعة، انظر إلى قلادة الفريدة. يمكنني تناول وجبة خفيفة. أي واحدة ستختارين؟ هذا. بالعافية، كم أعشق هذه الشوكولاتة. عندما أفكر أنه كان سيمنعنا من الدخول. واو، إنها أغنيتي المفضلة. توقفي، الأكل ممنوع. لا يمكنني سماعك. لا يهم. المعذرة؟ لماذا لا تردين علي؟ هذه الوظيفة ترفع الضغط. أوه، هل هذا لسانك؟ لا أصدق أني فعلت ذلك. أشعر بدوار. يا له من مغفل. لساني بخير، لكن سأتناول هذه الحلوى. ماذا؟ يا إلهي، سأخذ المصاصة. لا تقلق، لساني سعيد الآن. ما هذا؟ هل هذا هو الترفيه من وجهة نظرهم؟ أتمنى أن تكون من محبي الساحر. أو أحضرت لك وردة يا سيدتي، أليس هذا رائعاً؟ هذا ممل، أشعر بالنعاس. لقد حانت فرصتي، يجب أن أتحرك بهدوء وروية. لا أريد إيقاظ أبي، فهو نائم مثل الأطفال. يا الهول، صوت هذا السحاب مرتفع. أوشكت على الانتهاء من فتحة. علكة، هذا نوعي المفضل. أين ذهب؟ هنا في الأسفل. ماذا؟ لم يحدث شيء على الأرجح. حان وقت الاستمتاع بعلكتي. هل هناك أحد هنا؟ من أين جاءت تلك اللافتة؟ أشعر بخيبة أمل كبيرة، سأخذ هذه العلكة. لا، لا تفعل. مهلاً، هذا أسهل. نانا، يا لص العلكة. ما الجيد في هذه العلكة؟ إنها علكتي. لا، لقد كانت علكتك، سأتذوقها. بطعم الفاكهة، لا بأس بها على ما أظن. لحظة واحدة، إنها مزيج مذهل من النكهات، لقد أحببتها. لا، هل يأكلها؟ كيف يجرؤ على ذلك؟ لحظة واحدة، هذه مساعدة مفيدة. أشعر بنعاس شديد. سرقتها. هاو، لا أعلم كيف فعلت ذلك، يجب ألا يراها أبي. واو، انظروا إليها،
كمية طويلة. ماذا؟ هذا غريب، لقد اقتربت بشدة، ما الذي يحدث؟ ليس بهذه السرعة. هولا، لن تفعلي ذلك، سلميني العلكة. كنت على وشك الوصول إليها. هذا يعني المزيد من أجلي. ما هذه النكهة يا ترى؟ هذا ممتع، يمكنني فعل ذلك طوال اليوم. ما ألذ العلكة؟ كم هذا مزعج. حسناً، بقيت لدي واحدة أخيرة، لا أريد إضاعتها هذه المرة. مهلاً، أعرف ما يجب فعله، يجب أن أنتظر اللحظة المناسبة. سأنفخ فقاعة الآن، وستكون أكبر فقاعة على الإطلاق. الآن حان الوقت، سأضع العلكة داخل موزع الشريط اللاصق. ما الذي يحدث هنا؟ ليس لديك أي علكة، أليس كذلك؟ الإجابة هي لا بالتأكيد. انظر، لا يوجد شيء هنا، لا توجد علكة على الإطلاق. وما هذا؟ إنها نبتتي وهي فارغة. لقد أخبرتك. أظن أنك كنت تقولين الحقيقة. حسناً. لقد غادر أخيراً. كم أنا متحمسة لتجربة هذه العلكة، فقياسها مثالي. كان الأمر يستحق الانتظار، إنها لذيذة. من الأفضل أن أنهي واجبي المنزلي. هذا الكتاب ليس منطقياً على الإطلاق، وكأنه مكتوب بلغة مختلفة. رائع، لقد غادرت أمي، يبدو أن الكتب مفيدة بالفعل. مهلاً، هل سمعت صوت كيس حلوى؟ يا للهول، يمكنك تناول هذا الطبق بدلاً منه. هل أنت جادة؟ نعم، الحلوى ممنوعة في هذا المنزل. هذا مقزز، يا للقرف. حسن الحظ أنني أسبقها بخطوة دائماً. ماذا كنت تقول؟ أنا مهتم بالبستنة. لقد انطلت عليها الحيلة، هذا هو مخزون حلواي المخصصة للطوارئ. سأضع الخس هنا. يا للهول مايلز، يا للهول، أنا أعيد النبتة إلى الأصيص فحسب. تبدو جيدة. أنا سعيدة لأن لديك هواية. لن أكل حلواي مطلقا، فأمي ترى كل شيء. وجدتها، لقد كدت أنسى أمره، إنه لوح الشوكولاتة الذي أفضله. يا للقرف، كم هو جميل، كم هذا مغبر. لا، اترك لوح الحلوى، لقد أمسكته. لا، مهلاً، هذا ليس خساً. الحلوى ممنوعة، لا أمزح. حسناً، سأكل الخس. مقرف. هذا أفضل، أحسنت. كم هذا سيء، أنا لست أرنباً. يكفي أن لدي لعبة اليويو. ضربة فنية. لحظة واحدة، لقد خطرت لي فكرة، حان وقت العمل. سأزيل الجزء العلوي من اليويو بهذا الشكل، وبعدها سأضيف قطعة الحلوى. هذه هي بقعة الإخفاء المثالية، سيفي هذا بالغرض. يمكنني إعادة الغطاء العلوي ثانية، سينزلق في مكانه ببساطة. ماذا تفعل؟ مرحبا يا أمي، كنت أتدرب على مهارات اليويو فحسب. صحيح، ستصبح محترفا ذات يوم، أنا مؤمنة بك، استمر في التدريب يا عزيزي. لقد خدعتها، أعتقد أنني أستحق مكافأة. حلواي اللذيذة، لقد افتقدتك كثيرا. كم هي رائعة. حسنا، يمكنني رمي هذا الصحن في القمامة الآن. لدينا الكثير من الحلوى. لا ترفع صوتك. هذا سيء. حلوى في هذا المنزل؟ ماذا سنفعل؟ أهرب، يجب أن نخفي الحلوى. لكن كيف؟ ويحي، انتظر لحظة، خطرت لي فكرة رائعة. كعب أنيق وعصري ولذيذ للغاية. إنها عبقرية، لدي خطة، سأعلق حلواي على كتفي. أليس هذا ذكياً؟ ستحتاج إلى هذا المعطف، لهذا أنت العقل المدبر في هذه العملية. تصرف بأعصاب باردة فحسب. تقولين ذلك لأنك لا ترتدين معطفاً دافئاً. يا أطفال، ماذا تفعلان؟ لا شيء. ماذا؟ لا يوجد ما يستحق الاهتمام هنا. لا، لا شيء على الإطلاق. لا، ربما ارتكبت خطأ. اجعله يتوقف. هل تظن أنه ما لاحظ الأمر؟ قلبي الضعيف لا يحتمل. هناك خطب ما هنا، انطلق، هيا هيا هيا. حسناً، كان هذا غريباً، سيفوتنا الفيلم. هل أنت بخير يا مايلز؟ لدي ألم في إصبعي، انظري إليه. كم أنت شجاع. أعلم ذلك، كم هذا جميل. لقد قضينا الكثير من الأوقات الرائعة معاً. حسناً،
لا تقلق، دع الأمر لي، سيساعد هذا في إبهاج مايلز. لقد حصلت على حلواه المفضلة، كما أنا متحمسة لرؤية رد فعله، سيتفاجأ بشدة. أوه، حان دوري، أشعر بحماس شديد. مرحبا، أيمكنك مساعدتي؟ هل أنت مريض يا تالي؟ انتظر هناك فحسب، لدي قاعدة واحدة في هذه المستشفى، الحلوى ممنوعة. أنا أشبه بمنطقة خالية من الحلوى يا صديقي، هل أنت واثق في ذلك؟ سأعثر على الحلوى، فأنا لا أكل أو أمل. هل أبدو وكأنني شخص يأكل الحلوى؟ لا أتناول سوى مخفوق البروتين. عضلاتك قوية، استعرض عضلاتك أمامي. ها، حلوى، كنت أعلم ذلك، أخرج من هنا. حسناً، ها، إنه يكره الحلوى بحق. هولا، لقد انكشف أمرنا، نحن في ورطة كبيرة. ها، هذا مقزز. هيا، ليس لدي اليوم بطولة. التالي، هولا هولا، المريض التالي. يا للهول، ماذا؟ ما خطبها؟ لا يهم. كان هذا موترا للأعصاب، إنه مرعب للغاية. لحظة واحدة، أعتقد أنني أعرف ما يجب فعله، وأظن أن هذه الخطة قد تنجح. لقد عدت، أمهليني لحظة، أحتاج إلى لوحي المضاد للحلوى. ليس لديك حلوى، أليس كذلك؟ لم أكن لأحلم بذلك. أعتقد أننا سنعرف الإجابة قريباً، لا تتحركي. هل هذا ضروري فعلاً؟ إنها باردة قليلاً. هل انتهيت؟ قلبك يخفق بسرعة، وكأنك تخفين شيئاً ما. لكن ما هو؟ دعيني ألقي نظرة عليك. حسناً، كل شيء على ما يرام حتى الآن، تبدو كل الأمور طبيعية. لحظة واحدة، ما هذا؟ يا لها من تنورة استوائية للغاية، لقد أعجبتني. لا يهم، أعتقد أنك كنت تقولين الحقيقة. كنت سأبدو مذهلاً في تلك التنورة. تدا! جولي، ما الذي يفترض بي أن أراه؟ سأريك الآن، فهذه ليست تنورة عادية. أعطني، أعطني، لذيذة، أنا في غاية السعادة. لدي الكثير منها. واو، أنت الأروع يا جولي، كم هي لذيذة. هذا جيد للغاية. يا للهول، ماذا كنت سأفعل من دونك أيها المسيح الضوئي؟ أنت تجعلني في أوج سعادتي، ونشكل معا فريق الأحلام. لقد نسيت قاعدة منع الحلوى. مهلا، خاطرت لي فكرة، يحتاج هذا المعطف لبعض الإكسسوارات. يا للروعة، تأمل ذلك، أنا في غاية الأناقة. لدي حزام شراشيب من الحلوى، لا أحتاج لهذه، هيا بنا. مها، قد وصلت المتاعب، أيمكنني دخول الصف؟ ارفعي يديك. هل يجب علينا فعل ذلك حقا؟ تفضلي، هاتي أسوأ ما عندك، سيكشف المسيح الضوئي كل شيء. هذا مثير للاهتمام، لقد رصد المسيح الضوئي شيئا ما، يبدو أن هناك حلوى في مكان قريب، قريب للغاية. ماذا؟ أين ذهبت؟ كنت واثقة من ذلك، هناك حلوى. لا بأس، لقد أمسكتني، أنا أكره الحلوى بكل تأكيد، يجب أن تخلع المعطف، هذا ليس عدلا على الإطلاق. سلميني المعطف، لقد خيبت ظني بشدة. حصلت على بعض الحلوى، سأضع هذا المعطف مع بقية الممنوعات. هل غادرت؟ هذا غريب. لدي خطة كبيرة لهذا الحذاء، سأستخدم الغراء القابل للأكل في هذا الجزء، ثم أضيف أحزمة الحلوى بهذا الشكل، وسأكرر العملية بطول كعب الحذاء. كم صار ملوناً؟ والآن سأقص الأطراف الزائدة، أريد أن يبدو شكل الحذاء جيداً. هذا مثالي، أعتقد أنني جاهزة، لنكرر المحاولة. مرحباً، لقد عدت. ماذا؟ لا تتسللي ورائي خلسة. أعتقد أنني أفرط في تناول الحلوى. هل أنت بخير؟ لا، لا أشعر أنني على ما يرام. أمهليني لحظة، سيكون الوضع مريعاً. لا تنسي شطف المرحاض بالماء، وداعاً، كان الأمر أسهل مما ظننت. أتمنى لها حظاً أوفر في المرة المقبلة. يا له من يوم. مرحباً، كيف الحال؟ كم أنا متحمسة لدرس اليوم، أتمنى أن يكون مفيداً. أيمكنني الدخول؟ أنت لا تخفين أي حلوى، ليس كذلك؟ يا للهول، لديك حلوى. يمكنني تفسير ذلك، أعطيني الحلوى على الفور. ظننت أن الخطة ستنجح. مهلا، لدي فكرة، وجدتها، سأغادر المكان. مهلا، لم أنتهي بعد، سأخذ هذا الخف الصيفي
ولدي هنا 3 خيوط من الحلوى. سأضع خيوط الحلوى أسفل حزام الخف، والآن سألف الخيوط حول الحزام. أريدها أن تكون أنيقة ومشدودة. يبدو هذا جيدا. أريد تغطية الحزام بالكامل بهذا الشكل. والآن حان وقت الجزء الصعب. سأستخدم المنقاة لتثبيت خيط أسفل الحزام، وسأكرر العملية على الجهة المقابلة، وسأستخدم هذه الخيوط لألفها حول ساقي. أعتقد أنني انتهيت. حان وقت ارتداء الخف. كم هو مريح وأنيق أيضا. معذرة على تصرفي منذ قليل، فأنت مخيفة للغاية. اخلعي قبعتك. تفضلي، ليس هناك سوى شعري الطبيعي. أشعر أنك تخفين شيئا ما. مهلا، هذا الخف يشبه حذائي بالضبط. نحن زميلتان في الأحذية وقد نكون توأما. يبدو أن أحدهم يتمتع بذوق رفيع. أو ما ألطفك. ماذا تنتظرين؟ ادخلي. مهلا، أنت، هل هذه مصاصة؟ ما ألذ الحلوى الشهية. مذاقها رائع جدا. مرحبا. يوهو. أو لا، ليس الأمر كما يبدو. هل تأكلين الحلوى؟ لا، هذا مجرد استعراض للسلوكيات التي لا يجب فعلها. من المستحيل أن أتناول الحلوى. ماذا؟ أغلقي سحابك. لا مشكلة، أعتقد أنه عالق. لا أستطيع تحريكه. مهلا، هذه حلوى؟ لقد نسيت أمرها. انظري إلى اللافتات، الحلوى ممنوعة. وأنا أتعامل مع هذه الوظيفة بكل جدية. لقد تأخرت على الصف، ابتعدي عن طريقي. أنا أسقط. لا سواري، ماذا فعلت؟ أنا في غاية الأسف. أراك لاحقا. هذه غلطتك، لقد كنت أتطلع لتناول هذه الحلوى. مهلا، وجدتها. أعرف كيفية إصلاح الوضع. سأعود على الفور. أحتاج إلى حذاء نظيف. سأزيل الأربطة، ثم أمرر الرباط داخل الحلوى، وبعدها سأعيد الرباط إلى مكانه على الحذاء، وسأكرر العملية مع كل رباط. لن أنسى الحذاء الآخر. أنا مستعدة. أبدو بخير وأشعر أنني بخير. ها نحن نلتقي ثانية. دعيني أرى يديك. لا توجد حلوى هنا. لنرى ما سيقوله الماسح الضوئي. مهلا، إنه لا يعمل. لا يحدث هذا عادة. ألديك مشكلة؟ ادخلي الصف فحسب. كنت آمل أن تقولي ذلك. يا ماسح المسكين، لا تقلق، سأصلحك. لدينا الكثير من الحلوى التي يجب العثور عليها. أنا أحب عملي، إنه ممتع. ما خطوها؟ أعجبني زيك. ماذا تفعلين؟ نسيت يدك. حسناً، طفح الكيل، ستعاقبين. هذا ليس سجناً، إنه أفضل. هذه عقوبتكما. هذه مكافأة أكثر من كونها عقوبة. مستعدة؟ نودلز شهية. تبدو لذيذة. ما الذي يحدث في الأعلى؟ هذا ظلم. ستسهل علينا أكلها. الوقت محدود. حقا سأربح التحدي. في أحلامك يا خاسرة. لئيمة، هيا بنا. هيا يا شوكاتي، لا تخذلاني. لماذا لا أستطيع سحبها؟ إنها عالقة. ما الذي يحدث هنا؟ أنا جاهزة للأكل. كل ما أريده هو تناول لقمة من النودلز. لماذا لا أستطيع سحبها؟ توقفي عن السخرية مني. ما الذي تفعل؟ لا يهم، أنا الرابحة. أنا أعشق النودلز، إنها طيبة. أوشكت على الانتهاء. توقفي عن عنادي. مهلا، لدي حل، سأقطعها بالمقص. لا، سأستمتع بأكلها أخيرا. لم أكلها. هذه الجولة فظيعة. أريد أن أبدأ أولا. كلا أنا. لنفتحهما معا. كولا، سيكون تحديا سهلا. يد واحدة مجددا. إنها قارورة كولا، لقد فتحتها 100 مرات. وجدتها. لقد نجحت. أنا عبقرية. سيوضحك طبيب الأسنان.
إنها منعشة. لا تنسي أن تتنفسي. انتهيت، حان وقت الحركة الأخيرة. من أين جاءت؟ هل هناك أشباح في المنزل؟ إنه دوري، من السهل شربها بيدين. أحتاج إلى استراحة. ما الأمر؟ لا شيء. راقبيني. سأخذ غطاء قارورتك وأضع قارورتي فوقه. هكذا، استعدي للانبهار. ثانية، ما رأيك بها؟ لا بأس بها، لكنها جيدة. يمكننا فعلها بسهولة. حركة واحدة سريعة بكل بساطة. أحسنتي. ماذا عن هذا؟ لقد تدربت عليها كثيراً. يمكنني فعلها، أنا متأكدة. يا إلهي، نجحت! لا أصدق ذلك. هترين هذا الغطاء؟ الغطاء الواحد سهل، سأزيد من صعوبة الحركة. سأضع القارورة فوقهما وسأعصب عيني أيضاً. كدت أنتهي. فقدت صوابها. أنا مستعدة. لماذا أتعرض لهذا الهجوم؟ تفح الكيل. هاجل، أنا رائعة. كلا، لن أسمح لك بهزيمتي. يجب أن أربح. سبعة، أجل، سبعة أغطية. أعطني إياها، سئمت من هذا الهراء. المعذرة، لم نقصد إزعاجك. ما مشكلتها؟ لا أدري. معاً؟ أوه، خيوط الجالي، هذا رائع. كيف يفترض بي أكلها بدون استخدام يدي؟ حظاً موفقاً. أنا مضطرة لاستخدام فمي، إنه مثل أكل النودلز. واو، هل رأيت ذلك؟ هذا مذهل. لا أحب اللون الأخضر، أريد لوناً يبرز عيني. الأحمر يناسبني، إنه أفضل. لكنني أفضل فوزتي البرتقالية. سأجرب البرتقالية أيضاً، طعمها طيب. لماذا لم يتغير لون بلوزتي؟ هذا غريب، سأجرب لوناً آخر، ربما هناك خلل في الخيط البرتقالي. إنها مطاطية ولذيذة. لا شيء، لا أفهم ما يحدث. هذا الكتاب حماسي. سأجرب لوناً آخر. هيا، لا تخيب أملي. المشكلة هنا، هذا محبط. شعري أبدو مثل مهرج. أوه، سأتناول المزيد من طبقي. لن أضطر لشراء ملابس جديدة. أنت مقبوضة. لنرى ما حصلنا عليه هذه المرة. أوه رائع، أنا أعشق الدونات. وأنا كذلك. أو حقاً؟ أنا متحمسة لأكلها. تبدو شهية. إنها محشوة بالمربى. سأتناولها كلها. طعمها خرافي. سألعق المربى. هذا ألذ طبق أحصل عليه اليوم. هذه الدونات منفوشة وخفيفة. إنه التحدي الأفضل على الإطلاق. يمكنني تناول طبقي أخيراً. ربما إن أصلاً إن وضعت فمي هكذا، هذا مزعج. سأمزح معها قليلاً. أتمنى لو كان فمي أكبر. سأضع الشريط اللاصق هنا. ممتاز، أمسكتها. انظري، نجحت. لا، المعذرة، وجهي، إنه دبق. لماذا فعلت ذلك؟ كان مجرد حادث. آسفة.
أنا متحمسة. دجاج مقلي، هذا التحدي يزداد حلاوة. استعجلت بكلامي، سيصبح الوضع فوضويا. أنا جاهزة. رائحتها شهية، حانت اللحظة المرتقبة. إنها مقرمشة وطرية، أفضل دجاج أتذوقه. توقفي عن إغاظتي، ما أجمل هذا المنظر، كم أنا سعيدة. تعالي يا قطعة الدجاج المقلي. يا للهول، لقد فقدت عقلها. سأتحايل قليلا. ما هذا الصوت؟ لم أفعل أي شيء، أنا بريئة. تغشين ها؟ أنت رهن الاعتقال. يا للهول، إنهم يأخذون هذا التحدي على محمل الجد. لكنها تركت طبقها، لا بأس. هو خطرت لي فكرة. لا أصدق أنني في السجن لأني استخدمت يدي. هل أتيت لإخراجي؟ هل أحضرت لي قطع دجاج؟ إنها لي، لكن هذا اللؤم. أوه، أمسكتها في آخر لحظة. أو لا، استخدمت كلتا يدي. أنت في السجن وأنت معي. هذه الدمية مملة جدا، لقد سئمت منها. لدي شيء أفضل كثيرا. انظروا إليها، إنها جميلة جدا. لا لا لا، سأخرج القمامة. ها؟ ما هذا؟ ماذا تفعلين هنا؟ لا أصدق أن أحدهم قد يتخلص منك. لا تقلقي، سأكون أمك الجديدة. ماذا؟ حسناً، هذا أمر مختلف. أين أنا؟ ماذا يحدث؟ أوه، انظروا إلى هذا المكان. هل هذه دميتي؟ كلا، إنها ملكي. لا يهم، لدي دمية أفضل الآن. انظري لحالك، أنت متسخة جداً. علي تنظيفك، أثبتي. ها؟ أوه، هل لدي تسريب؟ أحتاج إلى الاستحمام. يمنح هذا شعوراً جيداً جداً. لا تقلقي، لم أنسى أمرك. علي التقاط بعض القطرات، سيكفي هذا. سيتخلص هذا من الأتربة. ستكونين نظيفة كدمية جديدة. يحتاج المرء أحياناً إلى بعض التدليل. خذي راحتك فحسب. يا لها من فرشاة أسنان صغيرة. بثبات، افتحي فمك. ستحظين قريباً بابتسامة هوليوود. سأحتاج إلى نظارة شمس للنظر إليك. أسنانك لامعة. الآن يأتي دوري. أوه، هذا مهدئ جداً. هذه هي الحياة الجميلة. هل تستمتعين بهذا؟ ماذا سنفعل يا دميتي؟ أعتقد أن علينا تصفيف شعرك. إنه ممل بعض الشيء. لا تقلقي، أعلم ما علي فعله. أنا خبيرة في تصفيف الشعر. آه، كان ذلك خطأك. لنجرب مجدداً. تبدين كما لو أن أحدهم قد جرجرك في الأدغال. هذا مزعج جداً. تسرني رؤيتك يا عزيزتي. سأتولى هذا. هذا لدميتي. حسناً، سأحتاج إلى أدوات متخصصة. أين هي؟ هذا ما أحتاج إليه. قد يكون هذا صعباً، لا تتحركي. سأحتاج أولاً إلى وعاء، ثم سأضيف الماء، ثم قليلاً من ألوان الطعام. سأمزجهما حتى يختلطا. يبدو هذا جيداً. أين عميلتي؟ سأغمس شعر الدمية في المياه. هل تناسبك درجة الحرارة؟ ما الذي أقوله؟ أنت دمية. سأترك الماء يغمر الشعر، ثم سأضغط على الشعر لأتخلص من أي مياه متبقية. نحتاج الآن إلى تجفيف الشعر. هاو، هذا اللون يليق بك حقاً. إنه جميل جداً. هل انتهيت؟ هاو، تبدين مختلفة جداً. أجل، عليك أن تدفعي لي. أو صحيح. هل تقبلين الحلوى؟ لهذا لا أعمل مع الأطفال. أمدني هذا بشعور مذهل. أشعر وكأنني شخص مختلف. واو، انظروا إلى هذا الشعر. هل ترغبين في مظهر جديد؟ متى كانت آخر مرة استخدمت فيها الشامبو؟ ماذا سأفعل؟ على اللحظة، ربما يمكنني استخدام هذا. يستحق الأمر التجربة.
سأضع دميتي على الطاولة ثم سأقص شعرها. واو، تبدين رائعة بالشعر القصير. أما المظهر الأصلع فلا يليق بك. سأخيط هذا الخيط في رأس الدمية، ويمكنني استخدام ألوان مختلفة فسيمنح هذا مظهرا أكثر جاذبية. سأقطع الخيوط الزائدة الآن وسأعيد توصيل الرأس. واو، ليت لدي شعر مثل هذا. تبدين مذهلة، أشعر بغيرة شديدة. وكذلك إيفا. هذا الرجل ثرثار، ليس كلامه منطقيا. ومن المهم لكم أن تتعلموا هذا، وسيكون متضمنا في الاختبار. كل ما أسمعه هو بلا 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 بلا. أعلم ما سيجعل هذا الصف أفضل، بعض الوجبات الخفيفة. شعرني الاستماع إليه بالجوع. الحلوى الجميلة. مهلا، هل سمعت صوت غلاف حلوى؟ سأستمتع بهذا. ما الذي تظن أنك تفعله؟ ليس هذا رائعاً يا رجل، أنت تعرف القواعد. الوجبات الخفيفة ممنوعة في الصف. سأخذ هذه والبقية. ما الذي يمكنك فعله؟ من الأفضل أن أتأكد من أنها حلوى حقيقية. هو أجل، إنها مليئة بالسكر بنسبة 100%. ماذا كنت أقول؟ حسناً، الوجبات الخفيفة ممنوعة، لكنه لم يقل شيئاً عن الصودا. ستفي هذه بالغرض، لكني سأكون أكثر حذراً هذه المرة. سأبقيها مخفية. لا فكرة لديه. مهلاً، أين ذهب؟ أعني كيف حالك؟ أعتقد أن هذه لي. كيف وصلت إلى هنا؟ هذا تحذيرك الأخير يا أليكس. قد أدار ظهره، علي الإسراع. أو كلا، لن تفعل. ماذا؟ تقبل الأمر فأنا بارع، سأتخلص من هذا. أوشكت جدا على تناولها حتى أنني أكاد أشعر بمذاقها. سأراقبك. إنه حازم جدا. حسناً، سأتوقف. مهلاً، عود الغراء خاصتي يمنحني هذا فكرة. أعتقد أن بإمكاني استخدام هذا. أولاً سأزيل الغراء، ثم سأنظف باطن الأنبوب، ثم أحتاج إلى حلواي المفضلة، ثم سأضغط كل حلواي معاً. أريد أن أشكل كرة حلوى فائقة. سأضغط الأنبوب داخلها وسيقطع هذا قطعة من الكرة، ثم يمكنني إزالة بقية الحلوى برفق. سأحتفظ بها لوقت لاحق. لدي عود حلوى الآن. حين أدير الأنبوب تخرج الحلوى. ينجح هذا تماماً كما خططت له، وأفضل ما في الأمر أنه لن يشك أحد في شيء. لذيذة. مهلا اللحظة، ما هذه الرائحة الجميلة؟ ليس مجدداً. هل أشم رائحة حلوى؟ ماذا؟ كلا، لم أكن لأحلم بها. لا أصدقك لسبب ما. أحتاج إلى إلقاء نظرة عن كثب. تفضل، لا يوجد شيء هنا. إنني أستخدم عود الغراء العادي القديم خاصتي. هل هذا صحيح؟ ربما يخبرني بالحقيقة. لا أرى أي حلوى. حسناً، أعتقد أنني كنت مخطئاً. أعتقد ذلك. علي لصق بعض الأشياء إن كنت لا تمانع. إنها لذيذة جداً. ربما ليس هذا الصف سيئاً للغاية في النهاية. يا للهول، أنا جائعة للغاية لكنني عالقة في غرفة العقاب الغبية. من الغباء التأخر والمعاقبة على ذلك. حسناً، طفح الكيل، علي تناول شيء الآن. لدي عبوة من البسكويت، لابد من وجود شيء أكله داخلها. هل فتحت جيدة بما يكفي؟ هيا الآن ادخلي إلى فمي. هل هذا كل ما فيه فحسب؟ تباً، لابد من وجود شيء آخر أكله كوجبة خفيفة. أجل، كنت أعلم، كان لدي قطعة حلوى عالقة بالخلف. أجل، هذا ما احتجت إليه تماماً. حسناً، كان ذلك جيداً، لكني ما زلت جائعة. سيدي، مرحباً، هل يمكنني الذهاب إلى الحمام؟ كلا إطلاقاً، أنت هنا للعقاب. لكنني عقبت، انظر كم صف كتبت. غير كاف، واصل الكتابة. لا أصدق أنه يجلس هناك ويشاهدني فحسب. لقد تشتت انتباهه. إنها فرصتي الآن لعمل مكالمة سريعة. ديفيد، أنا عالقة في غرفة العقاب وأتضور جوعاً، أحتاج إلى مساعدتك. حقاً؟ هل تودين مني فعل شيء ما؟ حان الوقت لتهريب بعض الوجبات الخفيفة. حسناً، لنرى. هو المعلم يجلس على مكتبه. يا إلهي، مستحيل، إنه ديفيد. أنت، أنا هنا. مرحباً ماديسون، لدي ما تحتاجين إليه. لدي لوح التزلج هذا. حان الوقت لإخفاء بعض الوجبات الخفيفة علي. كل ما علي فعله هو إضافة بعض الشريط اللاصق لهذه الأكياس ولصقها باللوح، ثم سأضيف إليه كل تلك الحلوى اللذيذة. والآن يمكنني توصيل هذا إلى ماديسون كي لا تجوع. أنا عبقري. حسناً، علي وضع هذا أرضاً وإرساله إليها. يا للهول، إنه يرسل إلي لوحة تزلجه. أمسكت به. لنرى الآن ما أرسل إلي. أجل، لقد أوفى بوعده. انظروا إلى كل هذه الوجبات الخفيفة المذهلة. يا إلهي، رائحتها جيدة جداً.
هجل لم يلاحظ حتى.